مشاهدينا اخوتنا احبابنا واصحابنا اصحاباتنا احباباتنا، مرحبا بكم في العدد 20 شيف لورون، 20 من حلقه ايميسيون امبوسيبل، وين في بير تي في، واش من قناه الحريه والتنوع وليكولور. خويا عبدو مرحبا بك معايا. مرحبا بك خويا مروان، يعطيك الصحه. اللوك تاعك شباب خويا، اسمح لي قول للمشاهدين علاش راني لابس بيستا حمراء. قول لهم خويا باسكو مروان يحب واحد البيرسوناج سموطينيطا، يحب بزاف لي فيلم كوباي، وهذه هي باسكو سلفت الفيستا تاعي لعبدو السمار اللي ماشي سيريو، ما جابش الفيستا معاه، مي معليش يحكي لنا من بعد على واحد لي سيجي نحبوهم احنا. رضا عينين مرحبا بك خويا. الله يسلمك خويا مروان، مرحبا بك، مرحبا بالضيوف تاعنا الكرام اللي جاونا اليوم، والسلام عليكم وتلقى على خير خويا. صحيت خويا رضا، خوك الرئيس ومعك خويا رضا في السراء والضراء. ربي يحفظك. صحيت تعرف لهم قدامك. اليوم مشاهدينا راح نحكيو على الدراهم وعلى الدراهم وعلى الدراهم، وباش نحكيو على الدراهم معنا السيد سوسي سيد احمد، عضو في الرابطه الوطنيه لحقوق الانسان، مرحبا بك معنا. ومعنا كذلك سيد نور الدين تونسي اللي شفناه ديجا في الحصه تاعنا، اللي هو مفجر قضيه ميناء وهران وشيف ديبارتمون في ميناء وهران ايضا. مرحبا بك سي نور الدين. مرحبا بكم. الله يسلمك. هنا كما قلنا مشاهدينا راح نحكيو اليوم على الدراهم والدراهم والدراهم وليزافير، وباش نحكيو على الدراهم وليزافير لازمنا عبدو السمار المشومر اللي يلبس فيستا تاع الناس بعد الجينجل. عبدو خويا مشومر، خويا مروان صح صح مشومر، سيرتو كي نحكي لك واش راح نقول اليوم، واش راح نحكي اليوم، وعلى لي مونطون لي صام راح نحكي اليوم. اليوم جبد ربي ماشي غير راح نكون مشومر، خرجت لكم مشومر في ليميزيون هادي. سي كوا ليستواغ تاع اليوم؟ ليستواغ تاع اليوم قليل من لي زاجون يعرفوها، وقليل بالك اللي سمعوا بها، واللي سمعوا عليها يعني ما تعمقوش باش يعرفوها على لي فيريتابل دو ديتاي. هادي لافير واسمها لافير دو باتيمون دو بولفار 11 بولفار لا سومان تاع وهران. هذا سيت ان باتيمون اللي جا في وهران، في قلب وهران، في قلب وهران يعني في قلب لا دوزيام فيل دو بي. اي سي ان باتيمون قديم يعني من وقت الاستعمار الفرنسي، مي سي ان باتريمون كبير، سي ان باتريمون ايموبيلي يعني اللي عنده قيمه. سيت ان استوار. هذا الباتيمون استعملوه نوم دافير اللي هو اسمه جلالي مهري، اللي هو معروف سي بارمي لي زوم لي بلو ريش دو بي، هو اللي مالك لا غازيل دو في واتسوف ودار داويه، وعنده لي زوتيل ايبيس وعنده لومبير تاعو، يعني ما سي بارمي لي زوم لي بلو ريش دو بيي. اون بو لو كون اي لي كلاسي ان توكا دوزيام اون بلو ريش اون الجيري، اي سا فورتون ديباس لو 1 مليار دو دولار. الله يبارك. سيد خويا مروان واش دار سي ميلانجي مهري؟ بارمي في لي زونتربريز اللي عنده في لومبير تاعو عنده شركه واسمها بيبسي كولا، هو اللي كان يمثل شركه العالميه بيبسي كولا يعني الكونكورون دو كوكا كولا اون الجيري. دونك سي اون غروس افير. مي كيفاش جلالي مهري دار لوزين هذه؟ جلالي مهري استعمل هذا الباتيمون اللي هو البولفار تاع 11 بولفار لا سومام في وهران، وقال بلي الباتيمون هذا تاعي، وراح في 1998 وفي 1999 دار اون ايبوتيك ودوموندا ان كريدي بونكير على حسب واحد ليكسبيرتيز دارها لوم دافير، قال لك الباتيمون هذا يسوى 50 مليار. راح البنك لا بي ان دو برج الكيفان اكزاكتومون، هاو حنا هذا الثقه في الوثيقه، حنا كنخدموا لي زونكيت اونكور اون فوا اون فو غوميني ماكسيموم دوكيومون، باسكو اون فو دو فير دي زونكيت فوندي، ما نهضروش اون في با دو بلا بلا. سي تري امبورتون دو فير دي زونكيت اي دو غاميني دي دوكيومون، باسكو سون دوكيومون يا با دونكيت اونكور اون فوا. واش يقول هذا الدوكيومون؟ السي مهري دا في 1998 180 مليار سنتيم، ان كريدي تاع 180 مليار سنتيم. معليش نروح نشرب الماء ونجي. مازال خويا خليه راه تفضل تفضل راه تفضل. عام من بعد 1999 يفي اون دوزيام افيك لا ميم بونك توجور افيك لا بي ان دو برج كيفان، يفي اون اوتر اون دوزيام كريدي افيك لا ميم ايبوتيك اون اوتيليزون لو ميم باتيمون، وهذه المره البنك راح تعطيلو 350 مليار سنتيم، يعني بلي دو كريدي لايم 530 مليار سنتيم. او مومون وين الجزائر تي فريمون. اسمح لي احنا المشكل وراها مازال ما فهمتش. المشكل وين اخويا مروان؟ المشكل احنا كي درنا لونكيت تاعنا انه راح 530 مليار درهم بنك عمومي، دونك درهم تاع البنكه هو كيلكو بار سي لارجون سي دي زارجيان، دونك سي لارجون بوبليك. راح دار بهم هذه ليوزيني نجحت، باسكو العام اللي فات في 2016 باعها 33% ان فون امريكا ودخل بها درهم بزاف. كي درنا حنا لونكيت الباتيمون هذا خويا مروان، سي ان باتيمون كي ني با لا بروبريتي دو مسيو ماري، اي ان ابارتيان با مسيو ماري، يعني بنك
عمومي بنك تاع الدولة أعطات 530 مليار سنتيم 530 مليار سنتيم أن هوم دافير كي نو بوسيد ميم با كي نو بوسيد ميم با سو باتيمو. علاش؟ هاوليك أن دوكيمون أوفيسيال دو لا ديريكسيون جينيرال دو دومين ناسيونال من مديرية أملاك الدولة لولاية وهران كي دي بريسيزيمون باللي داروا لونكيت تاعهم وبني الباتيمون هذا ناب نابارتيان با على سوسيتي على كان مهري شرا عليها الباتيمون هذا بلو غراف خويا مروان سكو كي دار مسيو مهري كي دار من لوم دافير كونت اي بارتي دوموندي بري بونكير ما كانش عنده ميم با لاك دو بروبريتي هو دومونداه في 1998 1999 ولاك دو بروبريتي غيالمون على اسمو جابو في 2011 وكانوا قطعوا الموافقه كيفاش بنك كيما اون بنك بيبليك تمد 530 مليار سنتيم ان اون دافير كي نان با لاك دو بروبريتي لاك بروبريتي جابو في 2011 واش حكايه تاع لاك دو بروبريتي هذا سيتي ان باتيمون كانوا عايشين فيه لي فرونسي كان استعمال فرنسي هكذا مول الاستقلال لي فرونسي خرجوا وراحوا دونك لو باتيمون اي ديفوني سكون ابل ان بيان فاكون شو معناتها بيان فاكون معناتها لي بروبريتير تاعو راحوا خلاوه سكنوا فيه جزائريين كيما اغلى كيما الاف والاف من الباتيمون هذا سكنوا فيه عائلات والعائلات هذوك داروا كاين يتزوج كاين يقعد تما سي ديفوني لوغ باتيمون سي ان بيان دو ليتا كي فاكون beaucoup de biens beaucoup de bâtiments à l'époque dans le l'époque du colon l'époque de l'estimar ça n'a pas de مشكل هذا ولكن في 94 يجي سجل لي مهري يروح يشوف لي فامي تاع الباتيمون يقول يا جماعه انا هو النوفو بروبريتير عليكم تخرجوا ايماجين ابري دي زاني دي زاني يجيك واحد كيما مروان يا خويا الباتيمون تاعي انا شريته كيفاش يقوش قاوش دار هو راح لفرنسا وشراه من فرنسا على حسب واش يقول الى اشتي aux héritiers français des propriétés de ce bâtiment. Il dit que c'est maintenant ou dans un acte. Or, la loi aujourd'hui, quand on dit, le décret du 23 octobre 1962, il est interdit à ce qu'un bien de France, à votre France, il se bat en France, alors sans ou là où les actes sont en France. De la Jazeera de la Moustaquilla, وحاربت على الاستقلال تاعها وكي واحد يحب يشري ان بيان تاع فرونسي لازم الفرونسي يبيعو في الجزائر وحنايا من 91 لي نوتير تاعنا اي سون اوتوريزي ا فير دي ترانزاكسيون بين لي زيترونجي اي لي زالجيريان دونك قانونيا كان كابابل يشريه وعلاش جينا لي معني ما شراش هنا نقطه استفهام راح شرا لهيه وجاب كوارتو من لهيه Il s'avère que après l'enquête, les dérouages, les domaines, où trois ministres pratiquement, où l'affaire elle traîne depuis des années, toutes les enquêtes qui ont été faites, où tous les documents qu'on a hassan prouvent que le bâtiment Hada n'a jamais appartenu à cet homme d'affaires. Et pourtant, Medina le 530 milliards de centimes, alors que le bâtiment Hada, il n'y a aucune preuve de l'état. 530 مليار سنتيم دار بها بيبسي ومن بعد باعهم لي زاميريكان ودخل دراهم كبار لا كيسيون كي سو بوز يا جماعه alors que des milliers d'entrepreneurs بزاف ناس مساكن دي شيف دونتربريز حبوا دو دي بروجي دورو ما داوهش باسكو ما عندهمش منافع كيفاش انسان كيما هذا بلا هاملك لي بابي اون كور فوا بلا ما يكون باتيمو على اسمه بلا ما يكون عنده لاكت ما عندوش ميم با لاكت راح ودا دراهم يا هل البنوك تاعنا هادو سي دي بونك ou laisser des caisses où il faut être riche et puissant pour se servir. Nous faisons un échange, nous devons avec six ou six Ahmed, un quoi, un tatiné, un des l'Imara, la fameuse, le fameux bâtiment. Le bâtiment, le boulevard de la Somme. L'immeuble du 11 boulevard de la Somme. Et donc, à qui maintenant, où sera, ou qui fait donc, est-ce que vous voulez comme, mais vous voulez comme, à qui là. Bon, à vous, je crois comme à la liste d'affaires, bismi ou bismi, tout le soukan l'Imara. احنا رانا ساكنين في هذه العماره لي زابيتون وني ريزيدون دروك راني 35 فامي ا بيبري 35 فامي كل واحد بمليار 35 فامي ا بيبري 35 مليار كل واحد بمليار 35 فامي افون يا بين 60 ولا مي لا ماجوريتي فوالا ايزون كيتي لي موب كي كي اكسبيسي كي نو يا نو هي ترو فامي كيزون ايتي اكسبيسي يا لا فامي بولحيا اون 2006 يا لا فامي سوسي اون 2007 Il y a la famille Bléhadi en 2000. La famille Soussi 2011. C'est les parents terriers. C'est vos parents. Les parents terriers. En 2007. Voilà. Donc, Hadnes, ils ont été expulsés. L'Ukraine, qui chef Hadouk, la façon dont ils ont été expulsés, Manu Militari, ou Bédol Moukda, ou la police Kharjoum, Kassoul Mswala Hambra, l'Ukraine, ils ont eu peur. Donc, ils ont eu la pression, ils ont eu la pression, ils ont eu la pression. Ils ont eu la pression,
بور دي زابارتمون دي اف 6 دي اف 7 ولا يعطيهم 20 30 مليون 20 30 مليون سنتيم 20 30 مليون هادي نحكي لكم لا لا 2001 لا 2001 صافي دير 2006 بدا الطرد 2006 سيتي لا فامي بولحيا سيتي لي بريمي ils ont été expulsés parce que la manière qui chefou la manière qu'on chefou dans les règles ou كذا في القانون وكذا طردوهم معليش كيما لا فامي بولحيا سيتي à 6 heures du matin ou si c'est un chef d'escale ou كان à l'étranger ou جاو من موراه وخرجوا داره وخرجوا ني بري افين ني كذا ني والو خرجوا جاوا لا بوليس خرجوا لا سقاسوا لا صباح الحضر الوقت هو دائما على السادسه صباحا كيما في الخارج فوالا حنا لا فامي تاعي لا سيتي ا مينوي خرجونا جاو الصباح سيرت بصح هو غادي كومبليكاسيون كذا حتى المينوي ا مينوي ايزون اكزيكوتي ما عليناش ومن بعد الاخرين داروا لهم لا بريسيون بداو يخرجوا فيهم ب 20 مليون 30 مليون كذا منا وسيرتو طاح في ناس كاين كيما واحدين كيما لا فامي تاع لونسيان مجاهد كنت هضرت عليه ديجا في الجيري بارت هذاك لونسيان مجاهد بشي عطتلي الله يرحمه هذاك سي اون فامي كي ايتي ديسيمي باسكو هو اللي دا با بريزون مشاو عند مرته كانت مريضه عقليا حكموها خرجوها هي وبناتها عطاوها اون بياس كوتي سان بيير دون سان كارتي بوبولار ودخلوهم مساكين في حفره كي جا هو قال لابارتمون تاعهم بلعه فرع جابوا لها لابوليس عاود قاسوه برا اي دونك ولات شغل الحقره ديريكت الناس ولات تخاف حتى ل 2013 وين درنا احنا جمعيه صافي اونطون كو جوارين درنا اون اسوسياسيون كدا وبقينا نديفوندو على روحنا جمعيا على هذا يعني على قانونيا اي قانونيا بون الصراع هو عندكم واش عندكم كوم بابي انتوما احنا رانا ساكنين في هذه العماره في 50 سنه صح 50 سنه واه صافي دير عندنا طول لي دوكيمون تاع الكتريسيتي وهاد الصوالح فهمنا مي لا كيسيون كي سو بوز سي كو هاد السيد اللي جا طرد الناس اون 2006 اون 2007 كيما قال لك سي عبدو il n'avait pas titre de propriété il a hypothéqué l'immeuble il a expulsé les gens sans titre de propriété donc هنا وين المشكله لا مستر هذا ما صراتش دونك كاع القرارات كيما قال لك قرارات من 2001 2007 2006 2011 2014 سواء تاع الوزير الاول اللي كان احمد يحيى ولا سلال ولا بلوزر مينيست دي فينونس مدلسي ولا كاع لي رابور هذوك قالوا بلي سيتان بيان دو ليطا دونك السيد هذا يلاجي يعني دوك الكاليتي كامله بمؤسساتها منا تقول بلي هذا سي تان بيان ليطا او ميم طون الدوله هي اللي تجيب الشرطه تاعها وكاع وتخرجك دونك سكيل فيه هنا واحد دروك ما تفهمش اسكو كاين زوج تاع الدول هنا رانا عايشين فيهم اسكو كاين دوله للشعب ودوله صغيره دخلت معاه في الشرع ولا ما دخلتوش دخلنا معاه في الشرع دخلنا معاه في الشرع شوف دخلنا معاه في الشرع كل واحد وحده لي فوازان كل واحد وحده وناي كاع كانت كوز بلي السيد ما عندهش الصفه نتوما بايز لا فامي تاعك تحاول لا فامي تاعي حنايا ربحنا كيما كاع لي فوازان ربحنا او نيفو دو بريمير انستونس تريبيونال ربحنا اورون تريبيونال اورون ربحناه واش من عام هادي اون 2000 صافي دير 94 كي جا هو باسكو بعث النادي اتراكت في ليمبل بعث النادي اتراكت في البوتولات لو جروب مهري اشتي ليمبل انا اخويا شريت ليمبل بصحتك عطينا لو تي دو بروبريتي بلي شريت ما كانش دخلنا في لون جيستيس كذا اون اي غان كوز باسكو ميم او نيفو دو لا جيستيس ما كان اوكي بابي وشنو هو او نيفو دو لاكور الى في ابل او نيفو دو لاكور جا هو اون بيرسون اي سا فدير كو نتحمل المسؤوليه تاعها جا هو اون بيرسون دخل عند رئيس المجلس بحضور تاع النائب اللي عنده انا ذاك دخل حضور تاعه ومن بعد كي هذاك الاجتماع اللي داروه بعد كل شيء انقلب صافي دير كو واش من عام اللي صرات هادي نحكي لك اون 2000 صافي دير كو حكموا كاع لي دوسي هذوك اللي كانوا كل واحد القضيه تاعه عند ماجيسترا ديفيرون كذا داوهم عند نفس الماجيسترا وعطاوه الحق المهري او نيفو دو لابيل دونك حكموا علينا باش يخلصوا لها الكره يعني انت لاحظت تاع اسيستي باللي مهري دخل عند ماجيسترا هذاك دير مع ريونيون تاع تيت واه دخل عند رئيس المجلس من بعد كل شيء يعني داش تابعيني لا بعيني شتا واه سيد دخل عند رئيس المجلس وبالحضور تاع النائب العام حضر كذا ومن بعد نقول لك اون 2000 ماشي هذول راهم حاضرين دركا صافي دير ايا ومن بعد جاو حكموا هذوك لي زافير كاع مدوهم ان سول ماجيسترا وهذاك لو ماجيسترا حكم علينا كاع كيما رانا لي فوازان باش نخلصوا له باش نخلصوا له لو لواي طلبنا لا كاليتي قلنا له بصح كاليتي دو كوا جبدوا لنا ان لاكت يقول لك واحد في دي جوجمون كي تقراهم اللي حكموا علينا بهم واحد يقول لك سولون لاك دو 1929 ولا سولون لاك دو 1928 كان هذا مهري بروحه مازال ما زادش راك فاهم ولا لا استعمار دونك وا تاع 1900 تاع دي هو تاع لي سي فري سي لي فري بروبريتير لي فري بروبريتير بون قعدنا كيما هكا حتى قعدنا اونكيت مور اونكيت وكذا ومنه ماشي لو بيان تاع مهري سي لو بيان دو ليطا ومنه حتى 2014 وي كانت اخر زعما سيتي لافون ديانير
فوالا لافون دينير اونكيت اللي دارت تاع سلال اللي وردت الوثيقه تاعها وين يقول بلي هذا ملك للدوله الجزائريه وتعدي على الاملاك الدوله وسوف يكون موضوع ملاحقه قضائيه. صافي دير كو الدوله راح تلحق قضائيا. سكينا جامي تي في. لا. اسكو اون اكسيون دو جوستيس تاع الدوله كونتر الجلالي مهلي جانا ماي في. سيتي بريفي كوم سا. من بعد حنا اسكو نوزون دي كعيطونا لي دومين وقعدنا نستناوهم قلنا لهم ما تبعوش قضائيا ابري ان مور حنا لا ديكسيون دي دومين ما تبعوش قال لك لا اسكو وفات انتوما تبعوه وحنا غادي نوقفوا معاكم. ما حبوش هما يحضروا صافي درنا حضروا لا قضايا زعما انتم الاخر ما حبسوش غير هنا صافي جاوا حضروا معنا حقيقه وقالوا بلي هذا ملك الدوله وكذا نفسه كطرف مدني قانونيا كما نقولوا لا جاوا بارتي سيفيل ولا تيموان كيفاش جاوا دخلوا طرف النزاع طرف النزاع طرف النزاع دخلوا طرف النزاع واش من عام هذه اون 2014 وجاوا قالوا بلي احنا هذا الرزق هذا رزق تاع الدوله ماشي تاع مهري وكذا وشهدوا معانا ومن بعد يسون ريتراكتري من بعد في هذيك تما بوندو لي زوديونس وكاع قال لك اودي فوالا اون سوليتير دي لافير علاه ويجي لو مدير املاك الدوله تاعهم مسيو حيمور ليكس دي جي دي دونار ناسيونال يجي هو يبعث تبريه للمدير املاك الدوله تاعنا يل دي جوج لي سيرفيس تاعه ولا بلي سي مهري فوالا هاي اللي هنا هاي اللي هنايا يقول لهم بلي تاع مدير املاك الدوله هذا تاع الجزائر هنا تاع مدير املاك الدوله الوطنيه المكتب الوطني فوالا يقول لهم بلي يقول للمدير املاك الدوله تاع وهران يقول له دير لي سيرفيس تاعك خدمو نيشان بسعر جا مهري وعطاني معطيات واحد اخرين ما هما هاد المعطيات واحد اخرين ما يهضرش عليهم ما كانش يقول عطاني معطيات واحد اخرين وهذاك الرزق ماشي تاع الدوله وراكو غالطين وكذا ومنا وجبد له وثيقه واحده يقول له هاي اللي تاع 1957 بلي هذوك اليهود باعوا لهادو لو بون لي فرونسي اون 57 معليش ساسبو نقولوا حنا ساسبو كاينه منها معليش اون 57 باعوا كذا حنا هذيك الوثيقه جبناها عطاوها لنا باسكو حطوها في دار الشرع وكذا حكمناها ورحنا انا مواطن عادي انا ماشي مدير املاك الدوله مواطن عادي الوثيقه انا ما انا شفتها قمت بالابحاث وقمت بالابحاث تاعي رحنا شفنا درنا دوموند لرئيس المحكمه عطانا امر ورحنا حوسنا على هاد الناس اللي سنيو اون 1957 من لا سيان ولات لا سيفان لا سيان هادي سي لا سي لا سوسيتي اللي كانت بروبريتي تاع الباتيمون هذا وبعد كي مهري شراها في 94 ردها لا سيفان سمع مليح من انا الدوكيمون هذا شفته في التحقيق تاعي واش شفت واش لاحظت فيه كي تشوف بلي صح كاين مكتوب بلي سي لي سيناتير بلي هما سينياو ولي زونس بروبريتير ولكن المشكل لي زونس لي فري بروبريتير ماتوا في الثلاثينات يصوموا في الثلاثينات والورقه يقول لك سيني في 557 يعني انت كيفاش واحد مات في الثلاثينات يسيني في 957 هذا لاك دو ديسي تاعه كما اللي راهم يفوطيو هذا لاك دو ديسي تاع واحد فيهم من لي سيناتير دونك سي عام عطينا لا دات اكزاكتومون 1937 مات اكزاكتومون نو با 1937 توفي يوم 6/1/1936 اسمح لي سي سيد احمد 1936 سيتي ان فو حاب يقول لك تقول بلي هذا الوثيقه هذه مزوره مزوره هذه مزوره هذو الناس ماشي هما اللي سينياو لا هذه مزوره هذه بورتون لا تي فاتو وين دارت هذه الوثيقه اون فرونس هذه الوثيقه دارت اون فرونس دارت اون فرونس دارت اون فرونس باسكو علاش مهري ناباشتي كما قلت انت ليغالمون وما جاش هنا باسكو ميم هاد لي فرونسي سوا ديزون اللي باعوا لها لا سوسيتي سيفون هذه سوا ديزون اني با بروبريتير هي بروحها اني با بروبريتير هي بروحها حنا كي دخلنا صاف دير 62 ودخلنا في هذاك ليمابل وجبرنا دي فرونسي تما هادو كيف صاف دير كانوا دايرين نيس كوكري من بكري تحايلين على الدوله الجزائريه ولا بروف في 94 قدام ما يجي مهري انو زون بروبوزي قال لك اودي نبيعو لكم لي زابارتمون قلنا لهم وي يا با بروبليم بيعوا لنا بصح الفرونسي هادو زيريتي لي فرونسي لا ماشي لا با لي زيريتي سي لي زيسكرو لا سي فام لي سوا ديزون باعوا المهري صافي دي كو هما باعوا لي زاكسيون تاعهم المهري بارمي لي زاكسيون هذوك لي ميبل هاد الناس هادو انو زون بروبوزي قدام يجي مهري صافي ديرون 93 92 اي تو سا باسكو كاين الارهاب هنا بغاو يهربوا لفرنسا يروحوا قال لك نبيع لكم لي زابارتمون قلنا لهم واه قعدوا يستناو كاش كانوا واش كانوا يستناو كانوا يستناو كي صافي دير نعطيه دراهم يعطيني المفتاح ما كان لا كارت لا بلا ورقه بلا كيف فقنا واه كيف فقنا من بعد يا سيلونس شحال كانت تبيعهم شحال بروبوزاو تما لا ما هضرناش على لاصوم ولا كنا نستناو لي ساكت نعطيونا الوثائق نشوفوهم باش نروحوا عند لي نوتير ونكتبوا وكذا من بعد سكتوا حتى بان مهري قال لك جي اشتي لي ماب ودا لا بون شيت لي ما عطينا لاكت كيما قلت لك بيلات لاكت ما كاش دونك سكيل في سي تي نسكو كري راهي مديوره من دوبي لا لي فرونسي لي فرونسي متحايلين عليه فوالا متحايلين على الدوله الجزائريه وزاد هذا مهري دخل معاهم في لي سكو كري دونك شنو الدليل بلي لي فرونسي شراوه على
على اليهود قلت لي لا لا بروف بلي هما شنو ما كاش بروف بلي اسكو لي فري بروبريتير ما صابهمش واحد ما صابهم باسكو على هادو لي بيان فاكون هذا راح نديرو عليهم هذوك كل حاجه ميسيون سبيسيال كاين دي ميليي دو بيان فاكون فرنسا كي خرجت على لي سي دي بيان فاكون معروف بابلو معروفه كل جزائري فوالا دونك كاين الناس اللي راحهم خلاص لي زون با ريفونديكي واش يديروا يا دي زيسكرو يجي كيما واحد باغ اكزومبل اون فوا قال لك لوتيل لاليتي قال لك تاعي عطوني لوتيل لاليتي يا محمد انت اكل لوتيل لاليتي هذاك لا 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 تلي خدموا ايداج يا بوكو جون سو غوفنو حسب احنا لي زاجري ما نعرفوش ماشي قاريين كاع ما خاطينا كاع نيه قال لك هذا تاعي هذا تاعي هذا تاعي او كون تشوفي لي زونكيت تو تروف با دو تراس دونك يا اون ترانزاكسيون كي تي فات ان فرانس دايور سي اور لا لوا قانونيا لو ديكري تاع 23 اكتوبر 1962 يقول لك بالشري عندك الحق شنو بيان ان فرونسي عنده الحق بصح يتباع كلش هنا الكواط نديرو هنا ما نديروش لهيه دونك دوبل 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 فيولاسيون دو لا لوا اي اونكور اون فوا rien ne prouve que les libéraux sont les propriétaires. Ou l'acte Il y a une condamnation d'ailleurs, où je serai en train de faire L'acte a été annulé avec l'IDR parce qu'en 2011, ça veut dire que dès le prêt, on a dit Soukane ou dès le Wajbra, on a dit qu'il y a la pression, on a dit un acte. دار كيما نقولوا حنا اثبات وثائق سي ميم با ان اكت وراح بيبليه هذا واش من السنه قلت لي؟ اون 2011 هذا الا ايتي انولي بار ان ماجيسترا في وهران اون 2014 واش يقول الماجيسترا؟ هذه الجوجة تقول اون 1994 تم بيع اسهم الشركه الى فريق مهري وهم شركاء الحاليين من طرف شركه لوبون وبالتالي فان العقار وحسب المواد القانونيه السالفه ذكر يعتبر من املاك الدوله رغم عدم ادماجه من طرف مديريه املاك الدوله وانه وحتى في حال عدم تصريح بادماجه فهو يعتبر مدمجا بقوه القانون لان الامر يتعلق بامور سياديه صافي دير سي افير دو سوفرينتي ناسيونال صافي دير كمام لي دومين نتوما لا كنت تلعبوا وما بغيتوش تدخلوا في املاك الدوله ومخليين مهري يدير واش بغا وكذا ومنا بوري ريزون بوري نوت هذا يدخل في املاك الدوله باسم السياده الوطنيه باسم القانون وباسم السياده الوطنيه انت في ميزيك علاش هذو لي دومين مشاو مع مهري وبدلوا رايهم وما في القضاء يعني تعطلت وشنو السبب انت السبب صراحه سوالده سوالده سبب ونفوذ وهذا وانا نقول لك سامك سي با بور انا جوني غير كيما يقول لك لا بيرسون مي هذا مرجع تاع فرنسا هنا شحال قلت لي شنو سي مهري فوالا سي مهري سي كي ديكوري لا ليجون مهري مازال ما نبداش ديكوري لا ليجون دونور فرونسيز par Sarkozy. Donc ce qu'il fait, ou Sarkozy n'a pas vu où il fait. Donc ce qu'il fait... Il n'y a pas que Mehdi qui a été décoré. Oui, bien sûr. Beaucoup d'autres ambassades, ah, les personnes étrangères. Voilà. Le problème, donc, le problème, la question qu'on se pose, où Alèche, d'où là, avec toutes les preuves qu'elle a sous ses yeux, et c'est le problème. On l'a fait Hadi, on l'a fait Hadi. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous oblige à faire cette affaire, Marouane? Elle nous oblige à étudier toutes les hypothèques qui ont été faites au niveau des banques publiques. هذا دا 500 مليار وشحال من واحد دام لي زيبوتيك هو اللي يكون دوطر هو دار بهم زين تاع بيبسي وبيبسي مشات وباعها وباعها وبيبسي باعها لي زامريكان 3% دخل بها ديفيز والبروجي نجح البروبليم ماهوش في البروجي البروبليم لا مانيير دونت لا ايتي فات وعلاش الدوله الجزائريه غمضت عينيها ومدت له دراهم انورم 530 مليار شحال تحسبها اونور راهي 50 مليون اكثر على ليبوك على ليبوك واحد اكثر من 50 مليون دورو ما بينش شحال C'est énormément, d'argent, c'est inimaginable, énormément d'argent. Mais ou l'Ukraine, l'Ukraine a fait des enquêtes. Je vais commencer cette enquête, mais j'ai peur de découvrir ce que je vais découvrir. Quand tu as les cardiaques, tu as des trafiquants, etc. Oh, n'est-ce pas le même. Est-ce que tu peux nous rendre un contrat de location? Tu peux dire un terrain? Non, acte de propriété. Il faut que tu sois propriétaire. Après, il y a des conditions, ça change d'une banque à une autre. Mais il n'y a pas l'occasion, ni contrat, ni rien. Le monsieur d'Adraham, jusqu'en 2011, il a fait acte. Ou l'acte de l'homme. Quand on a eu lieu, on a dit qu'il y a la taille, on a eu la caisse bancaire et on a eu 700 milliards. C'est pas possible. Il ne sait pas mal, mais tu rushes la quand même. Mais tu rushes la calme. Même dans le projet, c'est mal. Bien, bien, le projet qui fait, il est gagné. Ah, il est gagné. بيان هذا برج الكيفان سي 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 ها البنك الوطني الجزائري المقر الاجتماعي اكسيتيرا ها توتي توتي لا ما فوالا لا بوك ناسيونال دار اجونس 140 برج الكيفان دونك لي لا لا بي ان دونك اسمح لي حنا ندوموندي كود الدوله فاش تغير اسمح لي فاش تغير شوين جايه لادريس تاعها افوني دو 1 نوفمبر خويا نو لو سيمبول اون بليس بالك نو مي لي بانك بيبليك
Rappelez-vous qu'il y a 10 milliards de crédits qui n'ont pas été remboursés. Le chiffre a été révélé récemment, on n'a même pas dévélé le chiffre. On ne connaît même pas le nombre de crédits qui n'ont pas été remboursés. Hadou les banques, on a donné à la Khalifa, on a donné les affaires sur notre acte. Mais les banques publiques, il est obligatoire et urgent, on est en crise financière, il faut un audit de toutes les banques publiques. Parce que nous avons dame qui veut chercher, qui veut nous mettre dans. C'est ça, gérer une économie. Il n'y a pas rien à d'être. Imaginez-moi, où les cablons, je ne sais pas des crédits. Et si on commence à sortir toutes ces affaires-là, il y en a de quoi tu m'as dit, classe, même après un choix. La grève, classe, on a le même. على قلت شارع 1 نوفمبر لا بونك جايه بالمبلغ وين جاي؟ صمام بوفار لا صمام بوفار لا اكزاكتومون صحيح سي سيدي احمد وين الحق اخويا علاش الثقه؟ كنا وصلوا ليه انا نسمع برك سي نور الدين باسكو ما سمعناش برك راه قاعد معنا ماهوش هو معني بالقضيه معليش راه كمواطن من وهران واش تعرفوا انتم على هذا الميبل واش تعرفوا على هذه الحكايه انتم باسون جينيرال السلام عليكم نشكر لكم اللي عاودتوا فو نو زافي انفيتي بور لا دوزيام فوا Bon, c'est un immeuble, nous savons que c'est un immeuble qui appartient à ses locataires. Mais ce que nous savons, c'est un immeuble et c'est le boulevard La Soumam, à part la banque, l'IGF fait le coin, la banque nationale qui fait le coin, qui est en train de se faire un mahri. Il voulait prendre tout le boulevard. Parce qu'il y a le Royal, il y a un autre immeuble au milieu, où il y a avant, avec Cheikh Ouem Magalash, où il n'avait que le garage. Ouais, dans le garage, il a bénéficié même le garage qu'un des ex-propriétaires français, quand ils ont quitté l'Algérie, ils des voitures qui voulaient... Bon, collection. Collection. Les voitures, c'est de luxe. De luxe et de collection. Il les a récupérées ou d'ahem à l'étranger. Alors qu'ils n'avaient pas... Ils n'avaient même pas le droit de... Autant que locataire, elle a même dit qu'il y a des voitures qui se mettent dans le garage. C'est les Français qui ont acheté. C'est les Français qui ont acheté. Le garage fait partie. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que les appartements sont dans le bâti. Le garage, c'est le garage, c'est le magasin. C'est le grand bâti. Vous avez dit que Haja Malouma, l'arrière de l'immeuble, il y a des bâtiments qui appartiennent à l'ANDN. La défense nationale. Ministère de la Défense. Ministère de la Défense. Donc, il y a un grand champ, quelqu'un fait même Haouch Israël, des locataires qui ont des pauvres. Des logements ou même l'arrière, tu as le Royal. Ouais, c'est l'hôtel. L'hôtel Royal. Ou le champ entier qu'il fait dans les 2000 mètres carrés ou là, les arrières. Les gens qui ont déjà, ils ont déjà la police directement. Mais qu'elle laisse là. Mais j'ai l'autre, tu as la police, j'ai pas de كذلك القيس جات الاذاعه وداروا دي بوندرول وداروا كذا منا عطاهم دي اف اف 2 ولا شرا لهم اف 3 شرا لهم دي زاف 2 بابي وكاع شرا لهم دي زاف 2 شرا لهم منا هما 3 ولا صح سيدي احمد سي نور الدين تونسي قال لك المقر اللي كاين بونك ثاني كاين بونك في الميبل هذه البونك ولا لا 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 بس لاكوتي لابونك سونترال بولفار بولفار لاسوار كاين لابونك سونترال لاكوتي ابار لابونك كي نو بو با افوار اكسي لا بروبريتي تاعها هو الى لانتونسيون كو هذاك البولفار يديه توت اولون صديق ملقى تلقنت كاع يولي تاع بروبريتي مهري وهذوك اللي شراو لهم ابارتومون واش داروا لهم كاش ورقه تنازلوا والو خلصوا داو الدار خلاص هو ما كانوا خرجوا هو حد الباتيمون كي واش راه الحال الباتيمون راه في حاله مليحه يعني اون بون ايطا اللي غير تري بون ايطا اونتروتوني بيان لا سي دري ديغرادي دوبي 94 ملي دخلها مهري سي فريمون ديغرادي و جو سي با انا بروحي جي بوز لا كيسيون زعما السيد هذا راه يدي لي موبل فاهم اي سي ديغرادي انا جمام جي دي فوتو سير مو زعما تنخلع تشوف لي فوتو تاع لو تيرا هو لي لا لا سي با لو تيرا هو 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 لو ديغراد مانيش عارف علاش انا الحساب اللي راه ماشي لي ديغرادي باسكو هذاك السيد شوف نروحوا نرجعوا كيما قال لك في الاولى في الرابور تاعه هذا السيد هذا استولى على المبنى ورهنه ودار به 530 مليار ودار بها لوزين تاع بيبسي وبيبسي دخل بها دي بليار راك فاهم ولا لا دونك ماشي لي مليار دي بليار دخل بها بيبسي تخيل انت شحال من قراءات على المناظره بايع من 99 دروك هذا السيد ها دي بليار هي وطونغو وكذا ومنا بلي ما بهذاك وزاد يحاول السكان صافي دير انا عندي ربح حيطان هذا ما نكسب في حياتي راك فاهم ولا لا انت هذا السيد راه كاسب في فرنسا في لاجيري في سنغافور مانيش عارف وين جاي يطلب لي في سكنه وديت وطلب الناس مساكين في سكاني تما دعسايس كاين ثلاثه بك اللي خرجوا الباقي مازالوا كاع في ديارهم 35 عائله مازال راهي باقيه تما وراهي مهده بالطرد باسكو عندنا قاعد جوجمون ديفينيتيف هو حاكم علينا بالطرد اخر مره صرا لكم مع يعني هكا كاش
افرانك وقتاش شرات وقتاش جا رانا نديرو دي سيتينغ في وهران، رانا نخرجوا عند ليما بليزير فوا نديرو دي سيتينغ جوارين كومبلي صغار وكبار بنسانا وكذا نديرو دي سيتينغ. ولا دينيير فوا سيتي لو 2000 درنا هنا في العاصمه قدام وزاره العدل، رحنا درنا احتجاج تما قدام وزاره العدل، استقبلنا الامين العام تاع الوزاره واستقبلنا المفتش العام تاع الوزاره، استقبلونا هادو الحق فوالا. قال لك كيفاش قلنا المفتي فوالا هاد السيد هذا اسكو هادو سي دي فو دوكيمون، هادو لي فو دوكيمون ماشي حنا رانا نقولوهم نتوما القضاء. واش قالوا لكم نتوما القضاء؟ قال لك وا سي دي فو دوكيمون. دونك السيد هذا حكم علينا بالطرد، قال لك لا ما يكونش كاين الطرد. كيفاش ما يكونش كاين الطرد؟ قال لك هاد لا سيمين نبعث لكم ان انسبكتور، بعثوا ان انسبكتور جا دار التحقيق تاعه، والتحقيق تاعه كان في صالحنا، ورا دوموندي اون كوبي قال لك لا اون بي با باسكو يا دي ماجيسترا كي سون تابليكي، بصح التحقيق راه في صالحكم، يورا با طرد. هذه وقتاش اخر مره يقتش؟ هذه وقتاش؟ هذه 2017 مودمي 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 2017 جوست ابري الفوت. وراهي لاحقه دوكا لافير دروك، وراهي لاحقه دروك اخر مطاف، باسكو هذه الهضره جايه من المينيستر صافي دير كياكدوا لنا ما كاش طرد، وهذا المبنى غادي يدخل في املاك الدوله وخلاص وكذا ومنه. ومن بعد حنا ونيفو لا ولايه دورو ونيفو تريبينال والمحاكم وكذا لويسي يجي يجيب لك كونفوكاسيون بلي عندك طرد. جابوا لك كونفوكاسيون في 2017 2017 صافي دير مور لونكيت مور لونكيت مور لونكيت. غادي نهضر في امر زعما جد مهم. الانسبكتور كي جا الى اوديسيوني كاع سمع تو الموند، سمع لي ماجيسترا سمعنا حنا سمع تاع مهري سمع لي دومان سمع تو الموند باش خرج لونكيت تاعه بلي ستانبيان دليطا. دونك فات عند البروكيور هذا سيلو كي ايتي ريسامون ميوتي بروكيور جينيرال في تامر الرصد بن سومان بن سونا ولا فوالا. دونك فاد عليه وقع زقا في دار الشرع عندنا سمعت بلي على خاطر لافير تاعنا سمعاه وكذا ومنا. حنا قلنا يفاي سونكسيوني هذا البروكيور هو اللي سنيالي الطرد تاعي داير يقول لك هو عنده هنا بلي جيتي دانيير لونكيت هذه وانا درت سيتينغ وانا درت كذا سنيالي الطرد تاعي ديريكتومون قدام ميتو كي جا خارج من بيرو سنيالي الطرد تاعي. مي لا ايتي برومي بروكيور جينيرال في تامر الرصد ترقية سونكسيوني داروا ترقية ترقية الى ايتي برومي بروكيور جينيرال في تامر الرصد. بعد يقول لي لا سي سونكسيون داوها للصحراء مانيش عارف واش. مي المهم ما عليناش مي ابري حتى لقيت انا بلي حاطيني في الطابلو بلي فورس بيبليك وكذا كاين اكسبيسيون. عاود طلعنا هنا العاصمه رئيس الجمعيه وكذا طلعنا العاصمه دخلنا الوزاره عاود سقسيناهم حتى دخل الوزير شخصيا هو رفد التليفون وزير العدل هو مشكور على كل حال فهاد سي طيب لوح فوالا سي طيب لوح فد عمل هذا وتكلم مع النائب العام تاع وهران وجمد كاع قرارات الطرد تجميد قرارات كان عندي طرد انا 24 جويي الحمد لله دروك ما كانش طرد بصح راه مجمد ماشي انيول الطرد راه مجمد وراهم يستناو في المحكمه عليا لا كونسي ديطا الكونسي ديطا مجلس الدوله فوالا مجلس الدوله باسكو دار استئناف باسكو اون لو انيولي لاكت اون نيفو لا شوم ادمنستراتيف اون 2015 واش دار مهري راح الكونسي ديطا دونك كونسي ديطا راه يستناو باش يردوا بصح هذه قضيه تاع سياده وطنيه نورمالمون ما تحتاج والو لي دومان يدخلوا في بليان ليطا ويروح مهري هو يروح يشكي هو يروح يجري الا عنده شي وثيقه يجيبها هذه نورمالمون كيما هكا فوالا ولي شوز راهم قاعدين هكا دونك صح السيد احمد مغير واحد شويه الجو دوك نعاودوا نحكيوا على حكايتك ما نسيتو نسي نعاودوا نهضروا معاه نروحوا لصديقنا وحبيبنا رضا النش بعد الجينجل. رضا انا خويا مروان واش راح دير لنا اليوم؟ واش راح ندير لك يا مروان؟ 500 مليار خويا كش نبقى تهضر اخويا كش نبقى تهضر اخويا انا اليوم ماش نهضر بصح السوجي تاعنا تاع اليوم هو هذا عطينا خويا ليس إذا في مزيا ويقطعني يو ولا قنصو يطبعني من هاد البلاد يخرجني يو لازم نشوف بحري يدير في مزيا ويقطعني ولا قنصو يطبعني من هاد البلاد يخرجني ايوا انا لازم نشوف بحري يقطعني البحر ويديني لهيكا وكذايا باسكو كي تشوف حقره كيما هادي علاش تفهم الناس علاش يتحرق من البلاد تفهم الناس علاش تروح من البلاد تفهم اللي كادر على يخرجوا من البلاد تفهم الناس اللي قادر تروح من البلاد كي ولينا نشوفوا دي فام افيك لوغ بيبي حراقه كي ولينا نشوفوا مام دي جون اجي اللي ما نقولوش بقالو غير ما سخون مي مازال عنده اسبوار يحوس عليه اير ماشي انا نهضر ما كتبت والو مي رساله للمسؤولين بالك بالك يتقوا ربي في الشباب الجزائري والشعب الجزائري خلينا نشوفوا الكليب هذا اليوم
رضا انت مولف حنا رضاينين جبناه البريضة سي لي موريس اللي ضحكنا اليوم. بكيت انا اليوم بكيت خويا تقلي ما درت فيا تقلي ما درت فيا سيدي قال لي مليار وزاد لهم الدار وزاد رباح بيبسي انا على حسب واش فهمت هو دا شحال دا 530 مليار واش دار بها بيبسي كولا على حسب على حساب واش نعرف سي حبيبنا هذا اكسون في بيبسي كولا كولا خلاص نورمال ولا لا سي هذا قال لي لو كان يعطيك 530 مليار واش دير بها على كارد ياك ما ندير بها والو خويا درت اش بها مرتي وولادي انا من نموت كالعاده لازم رضا عيني نجبد مرته وولادو في كل حلقه لازم يهضر لهم حوز انا واش بونك ما فهمش انا لا انا 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 خير منه يعني نوعدكم باللي قريبكم مين ان شاء الله سبحان الله ايه ودي تقطع في الدار نجيب لكم طمينه مشاهدينا نروحوا الاشهار ونعاودوا نوليو نكملوا مواضيع الجده تاع واش طالبوا انتوما سي سيد احمد واش راكم حابين دوك هيا عندك الكاميرا ميساج طالب طالبين حنايا المبنى هذا يدخل في املاك الدوله وخلاص هذا ما كان ومن بعد الدوله بغات تبع قضائيا على التزوير ولا على الدراهم اللي اختارسهم ولا هذاك امر كما يقول لك الكعبه يربوني يحميهم نعم اسكو سي مهري تلاقيتو به شخصيا تلاقينا به شخصيا واه شحال من خطر واش يحكي لكم هذا ماشي باش يتلاقى معاه تلاقى مع الوالد تاعي انا تلاقى معاه 2000 هكا ا بيبري ولا مي قال لك انا ما شريتش ليما بتاعي دو فو قال لك شريت فرنسا ما نعرفش شري هنا ما خلص جوارين انا خلصت واحد تما اللي يبغي يعطيه 20 مليون ويخرج الله يبارك بصح باش نخلص لك انا لابارتمون وديجا حنا من الاصل من الاصل رحنا باش نستفسروا الامر معاه ماشي باش نيغوسو معاه باسكو حنا ما نيغوسوش معاه نيغوسي معاه واحد اللي عندها تيت دي بروبريتي قال انا كنت ساكن هنا صافي 50 طون انت هذا رزقك شريته كي نديرو بصح هاد السيد ما عندهاش عقد ملكيه علاش نيغوسي معاه نيغوسي مع واحد ما عندهاش عقد ملكيه والناس كاع اللي سيو بارمي هذاك السيد اللي باع له الكراج نهار الاول باسكو هو كان في الكراج باع له المفتاح هكا تريته معاه نيغوسي معاه وخلصه الى في اون فون فرونسيز في التسعينات راحت الارهاب راحت فرنسا تفاهم معاه قال له نعطيك اون ديفيز داك القيس الفرون قال له نعطيك الفرون طون ونعطيك في لاجيري طون عطاه شويه في لاجيري من بعد طرد كاع ما زاداش ما زادش بان سيد ماشي ما خلصاش ما كملاش مهدي ما عطاهش ما عطاهش ميم اللي وراه باني لوتي رويال دروك يا في انيما باسكو دار ليكستونسيون هو لونسيان ديال رويال دروك ماشي كيف كيف لي مابل هذاك شرا على السكان تفاهموا قال اودي تفاهموا 80 مليار مش عارف داك القيس شحال قال وي من نطاق قال بون عند النوتير ما غاديش نديرو 40 مليار فاهم نديرو حنا 60 مليار كل مود لو في هذا واه بيان سور معليش كل زارجيان لو فون واه ما كاينش دي فيلم ما كاينش ديكلاري سي عبدو معليش هذه على بالنا باللي كاع ما يديكلاروش وكذا بصح السيد هذا عطاهم الشيك عند النوتير ما زادهمش فاهم ولا لا وي لا بري فاتيمون اي لا بري لي ما بيان سور ما زادهمش خرجوا يتيريو الناس ما من الفلي فلي ما بعدنا اللي قال لهم زعما نتهلا فيكم وحده سون بيرس انونسي ماجيسترا مسكين ثاني مات الله يرحمه طيشهم برا قال لهم نعطيكم 100 شافت 100 سمعت الناس 20 30 100 هي جات سنيات لها منها مسكينه سني بلا ما على بالها مراه كبيره وكاع سنيات على 50 عطاها 50 السلام عليكم فهمت مفهوم مفهوم مشاهدينا اذا كالعاده نغيروا شويه الجو وهذه المره لاجون دوبل زيرو اللي طولنا عليه كالعاده وحنا نحبوا نطولوا عليه باش يدخل اون فورس لاجون دوبل زيرو يديروا لك الموسيقى وتدخل خويا مرحبا الله يسلمك واش كاين اليوم سوجي تريست نتوما جبتونا لي سوجي تريست الوغ ما لقينا غير نديرو عفسه تريست بالموسيقى عاجت موسيقى رسالة هذه ليك انت يما نحكي لك واش صرالي في البابور وكي حقروني في بلادي لتما كي حكمت الفلوكه انا ولاد الحومه هاربين من الحرقه والظل تاعهم هما شكون نبدالك من الاول من نهار دخلت نقرا وعلى الدنيا كنت معول حكاية قديمة قبل السيام والباك نهار طلعتني الشيخة للصبورة وقالت لي قول قدام التلاميذ وش يخدم باباك شفت في التلاميذ وشفت فيها في البيرو حشمت نقولها بلي بابا قتلوها لي تيرو الوغ ديت الفلاقة وحتى وليت جيفة ونهارها فقت في اللي بلادنا لازم المعرفة القراية بالكتاف الخدمة بالكتاف وانا في جيبي ما عنديش حتى 10,000
على خاطر الخدمه لازم لها ليكسبيريونس، والليكسبيريونس في بلادنا تتشرى بالفلوس. ما كاش الخدمه وما كاش الوزير ميم با ان بتي ستاد هكا بور لو بليزير. سي نورمال كي البلاد ولات كي السوق عندك دو شوا، يا الحرقه يا لا دروغ. هذه البريه ليك يما ميا مور، ما لقيت في هذه الدنيا غير فلوكه تاع لامور. الحال ذاك النهار كان اوراجي، كي تفكر لوروب تما نسولاجي. معانا ان بيبي عنده دو موا، باباه دايو باسكو هنا في بلادو ما لقالوش الدواء. كاين معانا ثاني اون جون فام قاعده تبكي كي تشوفها ان كور سون زام. وفي راسي يتعاود دايما هذاك الصوت، ياكلني الحوت وما ياكلنيش الدود. كلش يفوت، كلش يفوت مالغري كلش نوار. هذا واش بقى باش نقضيو على الديزيسبوار؟ مو جات تدي ومو جات تجيب، وانا نعيط الشفاعة يا الحبيب. البيب بكى ومن بعد ما سمعنا صوته، الناس ياكلها البحر واحد ورا واحد قاعدين يموتوا. وانا انا خايف وقلبي يخبط في صدري، ونشوف تصويرتك بين عينيا وانتي تبكي على قبري. بصح في مخي الهربة الور جافونس. مالوغوزمون ذاك النهار سيتي با مون جور دو شونس، ما كان لا هربة لا فيزا لا في لا فرانس. كاين غير يما تتخبط في لا سوفرونس. ان دانيي ميساج، كي تموت في البحر ما يبكيش عليك المسؤول، الناس رايحين يقولوا انتحر وفي النار راح يتعذب مدلول. صحيت الله يخليك. صحيت. السلام عليكم. قال خير. ايوا كان لاجون دوبل زيرو. حنا عندنا فنانين ومبدعين من رضا اليوم اللي حزنا بالحرقه، زاد لاجون دوبل زيرو حزنا بالحرقه، ومن رضا لاجون دوبل زيرو نعاودوا لعب نولوا لعبدو اللي قنطنا هذه المره ماشي بالحرقه، مي كيما موالف بالدراهم. عبدو عنده حكايه قديمه وطويله مع الدراهم. اذا بعد الجينجل عبدو دواصان. عبدو خويا مروان، انا مانيش هنا باش نقنطكم، انا هنا باش نفتح لكم يعني عينيكم، نفتح لكم عينيكم بور فوز اوغي لي زيو سو لي غاليتي ديال لوتر بي. ما تفتح لناش حاجه واحده اخرى. لا لا خويا، نفتح لكم غير عينيكم لحد الان. لحد الان حنا اون بالي ميتنون هذه المره دي سالار دي زارجانيان. نحكوا على مشكل كبير، هضرنا مقبل على الحرقه اكسيتيرا. الحرقه على بالنا سي لا ميزير سوسيال، سي لا بريكاريتي، الفقر، الناس كي ما تلقاش، ما كاينش اللي جاب لي ربي، ما كاينش اللي راح، ما كاينش اللي حرق بالخير. يعني ما كاينش ماشي الخير اللي جابهم في وسط البحر ولا فوق البوطي ولا فوق الفلوكه اكسيتيرا. هي اون فيريتابل ميزير سوسيال اون الجيري، ولي ديريجون تاعنا كيسمعهم يهضروا يقول لك نو سي با فري يا لونسوج اكسيتيرا اون سوفر با. حنا بالك نكذبوا مي لي شيفر ما يكذبوش، سكي بيان افيك لي شيفر. سي بور سا كو حنا في ليميسيون تاعنا ولا في الجورناليزم كون نسي دو براتيكي، ونسي دو غامني لي دوكيومون، ونسي دو غامني لي شيفر، باسكو هادو لي شيفر لي دوكيومون ما يكذبوش. اذا حنا ماشي اوبجيكتيف لي شيفر سون اوبجيكتيف. وهذه المره جبت لكم اون انكيت شيخ مروان، لي ماشي انا اللي درتها، ماشي قطر اللي دارها، ماشي فرنسا اللي دارها، هي هيئه وطنيه سي لوفيس ناسيونال لي ستاتيستيك، الديوان الوطني للاحصائيات، اللي هو هيئه عموميه، هيئه تاع الدوله الجزائريه. اي سي لا سي لونكيت لا بلو ريسونت تاع لي سالير اون الجيري. حديثه. تاع حديثه، لا بلو ريسونت، يعني الاخرى كاع لي سالير اون الجيري. واش تعلمنا وكاس كون ابون سيت اونكيت اللي جبناها حنايا وتعمقنا فيها وخدنا كاع لي ديتاي تاعها. على بالكم شحال لو سالير نت موان اون الجيري؟ شحال لو سالير تاع كاع لي زارجيريان تاع كاع لي سالاري؟ عندنا قريب 7 ملايين سالاري اون الجيري، بلس 6 مليون دو سالاري اون الجيري. من 40 مليون. من 40 مليون، 6 مليون دو سالاري اون الجيري. شحال لو سالير نت موان في الجزائر حسبكم شحال؟ ربي عالم. ورضا ما كانت تمد الرقم يجي هابط على شحال. حاطين الرقم، حاطين معليش السي، شحال ابوبري؟ لو سالير موان في الجزائر شحال؟ 98 دينار. نو، 98 دينار، 3990. 3990. في لو سالير موان في البريفي 3200، ولو سالير موان في الشركات العمومية 5500. لو بريفي ما يخلصش كيما الشركات العموميه. سالار مويان بيقول لي لو سالار مويان معناتها سي لا مويان كي نجمعوا كاع لي سالار تاع كاع وشكون يزاجيون في الوقت. حبيت نفهم اسكو سالار اغلبيه الجزائريين هذا هو بيان سور. لو سالار مويان تاع كاع الجزائريين هو 3990. كي ناخذوا السيكتور بريفي نلقاو لو سالار مويان سي 3200 و600، وفي السيكتور بيبليك
5 ملايين و570 كنت مليح 990 سيريا اسمعني سكت الببليك بما فيها قوه الامن والمديه هذوك سي با دي سالاري هذوك سي ان كا بارتيكولي سي لي كور كونستيتوي ماكاش ils sont pas représentatifs 200000 200000 دركي 200000 شرطي سي جو بار دي سالاري دو سيكتور ايكونوميك هذا هو celui qui fait vivre un pays c'est secteur économique c'est pas notre secteur كي نروحو نشوفو لي سيكتور لي واش من الدومين على حسابكم C'est quoi le secteur qui paye le plus en Algérie? Pas du tout. C'est le secteur du pétrole, des hydrocarbures, et le secteur des finances. Dans le pétrole, les cadres ils peuvent recevoir 10 millions, jusqu'à 12 millions. Et dans les banques, dans les assurances, ils peuvent recevoir jusqu'à 7 millions. Où est le secteur qui ne sort pas de la gare, où les salaires sont en baisse? كادر في البنكا 6 ملايين تسمى كادر اطار راني جاي لك كاين جدو كاين دي كاين دي طابلو الحبط كاع سير في لها في لها سورتو لي شونتي تاع لا كونستركسيون سورتو لي شونتي تاع لا كونستركسيون وين الصالير ثما موان قليل تحت 3 ملايين و200 ورشات البناء ورشات البناء تحت 3 ملايين لي شونتي تاع البي تي بي اكسيتيرا شوفوا باغ اكزومبل عندنا هنا طابلو تاع لي صالير سيكتور بار سيكتور تاع لي صالير تاع لي زارجان سيكتور بار سيكتور هاوليك لو طابلو هذا انا في السيكتور بيبليك في السيكتور بيبليك ان كادر لازم باش تكون كادر باش تخلص مليح لازم تكون كادر وشحال لو سالار دان كادر 12 مليون و500 هذا اونكور فو سي موين كاين لي دكتور كاين لي دقل كاين تجمعوا كاع لي سالار عندنا لا موين تاع لي كادر 12 مليون و500 كي تروح ان اجون تحتو تحت الكادر كاين كاين لاجون ميتريز لاجون ميتريز 9 ملايين و700 والاجون ديكزيكسيون معناتها اللي يخدم في الشونطي اكسيتيرا 7 ملايين و300 هادو سي لو سيكتور كي باي لو ميو ان الجيري يعني لازم تروح حتى الصحراء ويخدم في الشونطي تاع سوناتراك ولي بوي دو بترول في الفوراج اكسيتيرا لو دوزيام سا باغ اكزومبل لا كونستركسيون 6 ملايين و500 بور ان كادر سيكتور بيبليك ان اجون دو ميتريز 5 ملايين و100 اجون ديكزيكسيون 3 ملايين و700 مالوريزمون Le secteur de l'hôtellerie et les restaurants, mais il est le secteur public. Un cadre dans un hôtel public, il est 5 millions ou 7 millions. Agent de maîtrise, même pas 4 millions. Agent d'exécution, même pas 3 millions ou 5 millions. Les salaires sont en train de se faire. Quand on cherche le secteur privé, parce que moi, en Algérie, c'est le privé qui est en train de plus recruter. Chez les catalans, etc. Il y a le problème de la société publique, l'état des astros, etc. C'est le privé. Imaginez, la moyenne des salaires le plus élevé, j'ai fait le commerce. C'est du commerce. Il y a un cadre de FIA, ou au secteur, par exemple, à la santé, ou une clinique privée, etc., il y a un salaire de 9 millions. L'autre, il y a 4 millions. 2 ملايين 3 ملايين لي صالير دي زالجيريان يا جماعه سون تري تري فابل مي اونكور لونكيت هذه واش تعلمنا سكي اونكور بلو غراف سكي اونكور بلو غراف لو سيكتور بريفي ولا لو سيكتور بوبليك لو سالير دو باز ريبريزونت او موين 58% اي لي بريمي اندمنيتي 42% لا ريمينيراسيون بروت توتال معناتها لي صالير تاع لي زالجيريان 80 لو سالير دو باز غير ميم با 60% الاخرين كاع سي دي بريم ودي اندمنيتي Redon chala, prime de transport, prime de panier, etc. Redon chala, le cas où il y a des primes, le salaire est qui est le café, ouélu. Donc déjà, le salaire algérien, c'est un montage qui est très faible et qui repose essentiellement sur les primes et les indemnités. On a une autre enquête, frère Marouane. Chal, l'azim, peut vivre dignement en Algérie. Chal, l'azim, t'khlos. باش تعيش ديما مونر قبل ما تقول لنا عبد انت في رايك على هذا شحال لازم لك باش تقدر تعيش بيان انت متزوج وعندك طفل انا جبت لك دار شحال تقدر هكا با 70000 7 ملايين سي مينيموم 7 ملايين اوكي سي سيد احمد نعم كجزائري كجزائري 10 ملايين 100 دينار سنتيم شهر سي نوردين إذا لي بري ما يزيدوش كل يوم 15 مليون 15 مليون هذه كي ما يزيدوش لي بري يبقاو كيما راهم دوك حنا عندنا لي بري كل يوم يزيدوا ترقد تنوض بري زاد ما ينقش دونك 15 مليون باش الجزائر يقدر يعيش 15 مليون باش يلاه يقول لك باش يعيش من عادي ماشي يعيش اكسترا ماشي عادي باش يشري تقاشير يسلك امور يكمل يكمل شهر ما صوم يعيش نورمال ما يعيش باش تخلص الدول ما واحد واش كريدي واش يصرف شحال تخلص خويا عبدو مانيش خالص انا بطل
في حياتك ما تخلصش ما تخدمش. خلصت صحافة في الجزائر قبل 5-6 ملايين كيما لي سيكتور وني بوكو موان بيي كصحاب سوناطراك بوكو موان بيي كصحاب لي فينونسي لي بونك. لو بروبلام يا جماعة ونرجي لو سالار اسمحوا لي لو سالار مينيموم شحال يقدر يشد في الجزائر لو سميك تاع 1,800,000 ميم با 10 ملايين ميم با 10 ملايين فهمتش بليون 800 كي تخلص مليون 800 في الجزائر ما تقدرش تعيش بها اكثر من 10 ملايين اكثر من 10 ملايين ايام صح كنت لي شيف صحيح لو سالير مينيموم تاعنا مليون 800 ما تقدرش تعيش في الجزائر اكثر من 10 ملايين حتى تهضر على شخص وحده ولا مع العائله شخص وحده جو بار دو لانديفيدو تو سول تو سول باش لانديفيدو تو سول باش واحد انسان يقدر يعيش بكرامته في الجزائر اون ايتود لا ايتي فات لازم له كو لو سالير مينيموم لازم يكون ب 4 ملايين هذا المينيموم يعني سمي مينيموم 4 ملايين باش تقدر علاش انسان وحده احسب 800,000 الواي مليون و400 تاكلها ماكله من جاي 800,000 الواي هذا شي كومون جينيرال روح نشرب في حاجه اوكي اوكي حسبوا قاتيد اش ما حنا كي نديروا الاحصائيات ما تحسبش على ار جي ولا وهران تحسب قال ما تحسبش تحسب قال ما كانت تراب الوطني وي ميد الواي وي ميد دينا و 858,000 شري حوايج اكسيتها لازم لك مينيموم 4 ملايين باش تعيش نورمال باش تعيش يعني بكرامه ايماجيني كو هاد حنا لازم 4 ملايين اوغ لا ماجوريتي تاع لي سالاري في الجزائر لو سالار تاعهم ما يلحقش من 4 ملايين يعني نقدروا نديروا خلاصه بين اغلبيه الجزائريين ماهمش عايشين بكرامه زيد ارقام اخرى مخيفه هذا بروبليم كبير سا بو اكسبليكي البروبليم تاع الحرقه والافات الاجتماعيه اكسيتيرا عبالكم بلي في بلادنا عندنا اكثر من مليون جزائري عايشين 1,500,000 في الشهر اكثر من مليون جزائري عايشين 1,500,000 في الشهر انا حاجه ما فهمتهاش السميك في الجزائر شحال السميك اون ارجيري 18,000 دينار يعني كونفيرمي والناس تخلص 15 فري امبلوا اكسيتيرا يعني انا في لي سوسيال كاين بزاف اللي خدموا هنا كاين بزاف اكسيتيرا دونك مليون جزائري عايشين 1,500,000 حتى 1,800,000 ما يفوتوها صح السميك شحال راه 1,800,000 بصح كيفاش كاين الناس خدم برانا وما لحقش 1,800,000 باسكو سي با ريكروتمون سي ان فيلي سوسيال ماكش بيرمانون سي با ريكروتمون هادي معاه سي اون مالوكاسيون هادي الدوله راهي تعاون فيك باش تعيش بمنصب خدمه باش تعيش بدون كرامه خلاصه تاعك فهمتها كاين شحال من جزائريين راهم عايشين بصالير بين 1,800,000 و 2,500,000 2.4 مليون دالجيريان 2.4 مليون دالجيريان عايش يعني كي نجمعوا هادو لي دو شيفر عندنا 3.5 مليون دالجيريان عايشين بدي صالير تاع ميم با 2,500,000 في الشهر يعني نقدروا الناس هذيك كيف راهي عايشه مواطن جزائري فقير نقدروا نقولوها المواطن الجزائري مشكل وراه بارميو هذو 2,500,000 ولا 2,400,000 بارميو كاين دي بير دو فامي عندهم دراري كاين بزاف دي بير دو فامي انا ما دو بير دو فامي لو بروبليم اون الجيري سيك ما عندناش اون ديفينيسيون دو لا بوفروتي لحد الحكومه الجزائريه ما كاش ارقام تاع علاش ما عندناش باسكو يقول لك صح لي صادر هابطين بزاف ما يقول لك كاين بزاف لي سوبونسيون الخبز ما تخلصوش غالي الحليب ما تخلصوش غالي اكسيتيرا ليسونس لوجمون سوسيال لو ما هاني كيفاش الدوله الجزائريه تهضر معاك ولكن مالوروزمون هادو لي سوبونسيون لا 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 ما راهمش يكفوا باش تقدر تعيش افيك دينيتي بوسك الانفلاسيون راهي كبيره بزاف نعطيك برك خبر نو اون تيرمين افيك سا سي تري امبورط مازال ما كملناش عبد الله كنت نروح لك تهضر لي على المواطنين المواطنين تهضر باسم مواطنين انا نروح نشوف مواطنين ديالك واش يقولوا لي خويا عبد ابو بكر زدت المراسل تاعنا ابو بكر واش كاين خويا اللي كاين راهو باين خويا مروان المهم راني في بليده شابه وعريقه وناسها تاع ثقه حل وذنك مليح واسمع واش رايك في الشهريه تاع الجزائر ما كاش منها كاع هذا ماهوش صالير هذا كاع قليله بزاف انا ما خلص بطال ماشي خدام ضعيفه جدا قليله بزاف انت شحال تخلصت انا نخلص 2.5 انا يا ما نقدرش نقول لك حتى انا تاجر تحت 90 مليون واش نخلص 9.5 ملايين هذا 2,700,000 3 مليون مليون ونص شحال تخلصت انا شحال نخلص حاليا انا حاليا ربي هو يخلصني شحال تخلص شحال ما نخلصش انا انت شحال تخلص؟ انا زوج تالو تريتي انا تحوس علي تريتي اسكو 3.5 ملايين تكفيك ما تكفينيش لو كان حبنا كل مليح ما تكفينيش السمانة تروح ما تكفينيش ما نص الشهر ما تكملوليش تجيني فاتورة تاع تريسيتي ولا تاع ما تحبسني شحال لازم يكون واحد يخلص باش يعيش نورمال مينيموم 6 مليون
مينيمار سميك لازم يولي او موان 6-7 مليون. شوف باش ياش نورمال باش ما تشدو اونتر 6-8 مليون باش يقدر يكمل الشهر تاعو. 8-7 ملايين. لازم مينيموم 6 مليون. حدو قدو روما 4 ملايين. 6 ملايين متوسط، يعيش متوسط. لازم له 10 ملايين في الجيري صاحبي. اللي كان عنده 4 دراري. لازم له 4 ملايين غير الدراري. خويا مروان على بالي بلي انت مليونير، نتمنى لك ان شاء الله تولي ملياردير. سلمنا على خونا رضا النش باح القعده كونتر على لاجون دوبل زيرو. سلام. صحيح ابو بكر، وليت مليونير خليها بيناتنا خويا ابو بكر، لازم نسمعوا الناس. عبدو على بالي كوبيتك، دوك نولي ليك. سمعنا احنا الناس شحال يخلصوك، اللي يخلص 2 ملايين 35. قال لك الناس كاع ما تكفيهم شي شكيو، قالوا بلي صالير اللي يكفيهم 7 ملايين كما قلت رضا، كاين اللي قال 10 ملايين كما قلت انت، ما كاينش اللي قال 15 مليون كما قلت انت سي نور الدين. على بالناش علاش عبدو كمل وين حبستك، ودوك نجيو نسقسيوك. البروبليم الكبير في الجزائر سيرتو لي كادر. الجزائر على بيزوان كادر بو سو كونسوي باش تطور الاقتصاد تاعها، باش تبني يعني دوله تكون عندها هيبه، بور افوار لي انستيتيوشن فورت، لازم لك لي كومبيتونس سو باي. لو كادر ارجيريان الي بارمي لي بلو مال باي دون لو موند. تروح تشوف المروك لو كادر ماروكان الي 3 فوا بلوس باي كو لو كادر ارجيريان. تونس بلد صغير كيف كيف بتيت ايكونومي، لو كادر ماروكان براتيكمون دو فوا ميو باي. اون ايجيبت كيف كيف لو كادر ايجيبسيان بوكو ميو باي. هادو لي كادر شفنا لي شيفر 12-13 millions pour des gens qui ont fait des études, des carrières, ils travaillent dans des conditions, etc. Donc l'Algérie est en train de perdre ses cadres. Premier problème, ça c'est un problème très grave. La compétence peut être devenue ni Iqtisad, ni Doula, etc. Quelle est la définition d'un cadre? Un cadre, c'est quelqu'un qui a fait Bac plus 6, Bac plus 7, qui a de l'expérience, qui maîtrise le domaine technique Théo, les des ingénieurs, c'est à partir d'ingénieurs forts, les ingénieurs d'État, les médecins, etc. هذو سي دي كادر، يعني اللي فون اوكيبي دي فونكسيون دو ديسيزيون، يعني كي تحطو في مؤسسة هو اللي ماناجير ولا هو يديسيدي ولا هو اللي يجيري لك لي زيكيب. سي سا يفو دي ليدر دون دي زونتربريز ولا دون دي سيكتور بريسي. سي تخي مال بي. اون كيلكو سورت، اون كيلكو سورت. اون توكا لي سالير سون تيلمون با كو المشكل اليوم سي كو وين رانا رايحين بها؟ وين رانا رايحين بها؟ باسكو لانفلاسيون راح تكون بزاف، زيد هادو لي دينار راح ينبريميوهم. ويديرهم في المارشي يفون انكور اوغمونتي لي بري باسكو الدراهم يزيدوا دونك يزيدوا الدراهم لا كونسوماسيون تزاد ولا برودكسيون عندها ماهيش مليحه دونك لي بري فون اوغمونتي انكور بلوس لي سالير اون الجيري بور لي اوغمونتي كيس كي فو فير واش نقدروا نديروا كاين دو سوليسيون اللي هو اما اون اميليور لا برودكتيفيتي الانتاجيه تزيد يفو برودوير فوق عندنا اون فريتابل ايكونومي كاين لا برودكسيون نستخدم كاين لي زوزي اكسيتيرا دوك نديروا انا حلينا كاع مشاكل تاع البلاد ماشي غير تاع السالير La deuxième solution. La deuxième solution qui, c'est de faire des subventions ciblées. Les mains en douche, ça, doit mettre le lait. Au lieu de sponsoriser, c'est la même chose. Au lieu de subventionner le khobs, ou le halib, ou le logement, et dire que ma France, par exemple, tu as un salaire RMI, ou le, tu vas identifier le faire. وتمد له ليه هذاك زوج جملين التمرين الشهر تمدها له ليه اللي عنده ولاد اللي عنده تمدها له ديريكتوم يعني الدراهم ما يروحوش لي سيكتور يروحوا ديريكتوم للفاخر باسكو رانا نشوفوا لي سوبونسيون كاينين والنيجيريا كاينه دونك المشكل هذا ما يقدرش يكمل وكان نكملوا هكذا في الحاله اللي رانا فيها نروحوا دون زون كريس سوسيال ولا كريس سوسيال تقدر دينا الماء ولا خويا عبدو زيدونا بريمي ودراهم اون بليس زيدو نمدوهم للناس اللي صالير تي بي تي تولي كيما زيمبابوي زيمبابوي راهي مش بتشري قهوه خبزه لازم لك برويطه امبريمي د لاجون سا فو ريان دير شوفوا مليح مروان ليكونومي سي تخي دو لا ريشيس سي لا ريشيس كي رامن لاجون ماشي لاجون كي رامن لا ريشيس تفهموا مليح الدراهم باش يكونوا عندك تي دوا برودوير قيس لا فالور تاع الدراهم هادو لو كان لا فالور الدراهم كاينين بزاف ولا فالور تاعهم ما كاش باش دير بهم عندك ما دير بهم صحيت مفهوم خويا عبدو باش كيف نديباتيو على السوجي نروحو ليك سي نور الدين نروحو نشوفو هاد الفيديو لي توجور توجور نعاود نوليو الحراقه جو سي با بوركو اجوردي احكي لي يا طبيب مانيش مليح راني مقلق راني حاب نحرق يعني معناتها راك حاب تروح وين نروح يا طبيب انا نقعد ثم لازم منك ما نسغوتش يا وليدي على بالي بصح على بالك كون يحكموك يديرو فيك حاله ثم كيما زغوت لهمش منك ما نسقط لهمش ثم الطبيب نقعد لهم ثم لازم نحرق. انا فاهمك يا وليدي، بصح لازم غير بالعقل شوف اسمعني، لازم ما تحرقش، المستقبل راه كاع هنا في بلادنا، راه في الجزائر، العظيمة، ما
جوستومون كي راه المستقبل انا اللي حاب نحرق. فهمتك وليدي، سمعت ماشي ارجيري وحبيت تحرق عندنا هنا في الجزائر. انا كتبها لي يا طبيب، اني حاب نحرق الشركه عندهم 4 شهور ما خلصونيش. علاه مقلق هكا يا وليدي؟ علاه نتوما كاع مقلقين هكا؟ علاه لا جينيس تاعو كما كاش ما كاش فيكم اللي كارم، ما كاش فيكم اللي يكون رزين. ما تقلقش يا وليدي، الشركه هذه والحل تاعك انا عندي الدواء هذا. وين فهمتك؟ فازي مون فيس، ريلاكس توا، ديتون توا، فوالا خشي روحك، ريسبير بيان. دوكا احكي لي واش بك؟ راني حاب نحرك. ما راكش مليح. ما رانيش مليح، راني مقلق وقلبي راه معمر. قول لي وليدي، يعني واش راك حاب تحرك؟ راني حاب نحرك في البحر. ماشي باش نخلعك، اسمعني مون فيس، من لوكا تاعك اللي ان بو كومبليكي. كيفاش حبيتي نحرك؟ اي بصح خدم راسك شويه وليدي، كونسونطري معايا، فتح ودنيك، فتح عينيك، سوي ان بو انتيليجون هكا، خمم شويه مليح. انت كيفاش هكا حاب تحرك؟ يعني حاب تشعل النار في البحر؟ امبوسيبل. وزيد انا ما عندي ما ندير لك البريكي الاخر، الدهن اللي قبلك راح يحرق به الشركه تاعك. شفت على مانيش حاب نريح في البلاد ونحرق. رضا سيكولوج صافي بليزير. ان شاء الله رضا، شفناك جورناليست، شفناك كادر. رضا راهو كادر، اش بيك؟ مازال راني حتى تخلص. راني كالندري، راني كالندري، مازال مازال. رضا عنده ليكسبيرونس، ليكسبيرونس اللي طلعتو عنده لاج تاع ماكرون. سي نور الدين نعاود نرحبوا بك معنا. شكرا لكم على الاستضافه. الله يسلمك سي نور الدين. اليوم عطينا لكش بزاف الوقت اللي قطيناه للسي سيد احمد. زيدوا راك تعرف سي سيد احمد قضيته اليوم. كنا قضيه تاعك شفناها، فجرتو الفساد اللي كان صاري في ميناء وهران وتكلمت، مي ابارامون صارت موراها كاين سويت. بون ابارامون كاين دي سويت، كاين دي سويت نيجاتيف، كاين دي سويت بوزيتيف، على حسب. باش نبداو رضا؟ بدينا بالنيجاتيف. النيجاتيف شبه تاع النيجاتيف، عن الموت على النيجاتيف. النيجاتيف حنا فتنا هنايا في الميسيون امبوسيبل لو نيميرو 5 لو 15 اكتوبر. الوغ تهود الوهرن لو 24 اكتوبر لا جوج انستركسيون اللي كانت عندها القضيه تاع الفساد دير قرار تاع انتفاء وجه الدعوه. سيتادير كوم سي سي تونسي نهار اللي راح وبلغ على الفساد عند الدارك راح بلسانه راح يكذب ويقذف على الناس، مادة وثائق، مادة دي بروف. والدارك ثاني تبعوا السي تونسي بالخاوي 5 شهور وهما يحقوا معاه غير بالخاوي. الوغ كو سي توتافي لو كونترير. السي تونسي نهار اللي راح للدارك لو 24 افريل 2016 وبلغ على الفساد دا معاه وثائق، ودوك الوثائق الدرك الوطني بلغ بهم وكيل الجمهوريه باش عطاهم تصريح باش فتحوا التحقيق وسمعوني اوفيسيالمون لو 2 الى 3 ماي 2016. اي مالوروزمون حنا نهار اللي جيت هنا يا خويا قال لي قريب وندابز انا وخويا على الكلمه الاخيره، قلت له الكلمه الاخيره يقولها وزير العدل ويقولها وزير النقل من بعد نقولها انا. دروك دو موا صافي دوبوي لو 15 اكتوبر اللي حنا هنا اوني لو 11 لاندي لو 11 دونك اون لي دون لي دو موا ما جات لا كلمة تاع وزير النقل لا تاع وزير العدل. جيت نقول الكلمة الأخيرة تاعي، الكلمة الأخيرة تاعي باغي نكشف دروك المسطور والملف كما تفجرته عند الدارك الوطني. أنا في هاد البلاد وطن لبلاد دولة دولة مؤسسات وتسمع دولة قانون، راه عندي دروك كما يقول لك جي كونفيونس كو في الدارك الوطني لو كور تاع لا جوندارميري لي كو جو لوي في كونفيونس. علاش؟ بون بينوا لا بون فوا تاعهم لو بون ترافاي باسكو هما داروا حبيبي داروا خدمتهم داروا خدمتهم جوسكو خليه يواصل. نو داروا خدمتهم ماشي غير داروا خدمتهم، نعرف باللي كانوا كاينين ضغوطات الناس سيت تفوت سو طابل مي براو لهم وخدموا خدمتهم. اي لا بروف لو رابور جلوبال تاع لو رابور تاع التحقيق اللي داروه
واللي بلغوا به وكيل الجمهوريه اللي ثاني خويا تكلم عليه واللي تحول من تمرست الى تمرست رقيه رقيه الى تمرست. بالك باش حكم لافير تاع البورت تمرست روك انا ما فهمتش. كاينه حاجه سموها قانون، كاينه حاجه سموها مؤسسات، وانا في دوله. دوله مهما تكون مهما تتنصب المنصب اللي راك فيه راك باش تخدم المواطن. تكون ديريكتور تخدم الخدامه تاعك، راك وزير تخدم المواطن. ما تنصبتش باش تدير لو ترافيك دانفلونس الى بيت بوفوار على ناس باش تسطر. دروك انا نهار اللي روحت بلغت انا ما روحتش انا كانسان قال اكوتات قال باغي نروح نتهم فلان، قال عبدو باغي نتهمك. فهمت يعني ديت وثائق ورحت لدارك انت يد خارجيه وغادي نتهمك، لك نجيب لي يد خارجيه سوا ديزون، كما الناس تبغي تتهم الناس، تقذف في الناس، والقذف اصلا حرام. حنا دينا وثائق وبلغنا خاطش قال لك الجزائر راهي في مرحله صعيبه، ورانا كاين بلوس في ليكونومي ناسيونال، اون بوكو بلوس بوزوان دارجون كو دو غاسبيي دو لارجون. مرحله محاربه فساد. قال لك درنا ترسانه قانونيه وهذه سمعناها من عند وزير العدل، قال لك درنا ترسانه قانونيه لحمايه المبلغين، حمايه الشهود، وكذلك حمايه مام لي زيكسبير جوديسيير اللي يديروهم. انا طلبت حمايه نهار اللي بلغت لو كود لا بروسيدور بينال يعطيها لي، سي با لو جوج، سي با لو بروكيور، سي لو كود. عطوها علاش؟ الحماية ماشي أنا طلبتها، طلبتها بأفوكا. دير تتصرف، تروح تبلغ دروك على الفساد وتزيد تصرف من جيبك. هاك دير لي وثيقة طلب بالحماية. طلبها وكيل الجمهورية كلمة كذبها أكويزا فيها ني موا ني بليس. دروك الحقوق تاع المواطن وتاع المبلغين تاع الفساد وين راه؟ أنا غراس لي دروا دو لوم لا ال ا دي دي اش تاع ال ا دي اش تاع وهران ال ا دي دي اش اللي نشكرهم سي لو سول سوتيان كو جي جوسكا مانتينون سي لو سول سوتيان كو جي سي منظمة حقوق الانسان ولا الجي بار الجيري بار كي في بار دي سويت تاع لونكيت دي سويت تاع تاع لونكيت ابارامون ما كانش صح مام اللي كانوا يساعدونا وحالة ايجابيه وايجابيه والبوزيتيف نو نو مازال نقعدوا في النيجاتيف باسكو النيجاتيف راح لي دوك نروحوا للبوزيتيف خاصك النقاط اللي هضرنا عليهم قبل نو نو ما هضرناش انا شافها طلبت الحمايه وراكيزا ولا هكا واه بون دروك ما فهمناش دروك هذا الامر اللي جا امر انتفاء وجه الدعوه سير كيل باس تبنى ما بغيتش نجيب الوثائق باسكو خطره فيها تعمرت الطابله بالكواعد وتمنيت ناس تجي من مورا الحصة وتتصل بيا وقال عطينا لي دوكيومون تاعك اون فا فير نوتر دوفوار باسكو سي ليغ دوفوار دو فير لي زونكيت انسان كي يجي ما جاش باش يدير يولي ان كلون سور لا سور ان بلاطو تيليفيزيون دو تيليفيزيون مي لي لا بور ريفونديكي اي بور دوموندي اوز اوتوريتي دو سو ريفونديكي قال رانا هنا يا مواطن راك انت تتصل بينا عن طريق التلفازه رانا هنا حتى ثاني نجاوبوك فهمي دروك سي مالوروزمون ما تجيب لي بابي ما تجيبش جي بريفيري نجي نجيب يدي خاوين ونتكلم سي سيفيزون باسكو اللي بغاك واعد راهم في مكان امن. انتفاء وجه الدعوه حسب القضيه اللي تكلفت بالتحقيق واللي فتحته لو 20 سبتمبر وبلعته لو 24 اكتوبر سيتادير ان موا d'instruction. في ان موا d'instruction باش نزيد شويه نوضح دات فيهم 8 جور دو مالادي. سيتادير اون 22 جور وصلت للشيء اللي دارك ضرب فيه 5 شهور ودار خلاصه تاع التحقيق. عندك رابورت دارك؟ عندي شوف راه جبنا الرابورت تاع دارك وخرجنا في الجريمه. وين الدارك يقول لك فعلا كلمه 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 في الاخر نعم فعلا هناك اختلاس في الاخر. au niveau du port وعدنا 10 تاع لي فاكتور ما كانش فيهم عقل عليها هذه لو ترانسفير اي لونليفمون تحويل السلع والشحن السلع تحويل السلع والشحن السلع هذا ف
في الميناء تاع وهران في لو كا تاع هادو لي فاكتور لي ديتهم لا ناتور تاع لا مارشانديز نديرو ب 800 دينار لا طون. تدروك كي تشوف بابور جاب 1600 طن 800 دينار صافي دير راحت لك 130 مليون اور تاكس في باخره واحده. انا لي فاكتور اللي ديتهم ديت سته وطلبت من الدار كيزيدوا يشوفوا دوك فاكتور باسكو جافي با اسي دو طون بور ريكوبيري. راحوا جابوا ربعه وخد اخرين في 10 لقينا التعاملات هذه تلقى ترونسفير انليفمون ماشي مديور الوغ كاينه وثيقه تثبت باللي كاين ان ترونسفير ان انليفمون دار ونورمالمون لا فاكتور لي بريستاسيون تاع لا فاكتور يديروا فيه الشيء هذا ما ندارش. اسمع قضيه القضيه في 22 جور القضيه في 22 جور وعلاش اللي حاجه اللي تبكيك تبكيك شركه وطنيه كميناء وهران ميناء وهران تابع الوزاره كوزاره النقل اللي على راسها وزير ماشي وزير منتدب وزير قادم قطاعين وزير النقل ووزير الاشغال العموميه تخوف فيه الله يعاونه عنده اشغال كبيره بصح كاين مواطن راه مضطهد كاين مواطن بلغ على فساد ودوموندا لانترفونسيون دو مينيستر صافي ان اون اي دمي دو سون انا جو سوي ان بير دو فامي جي كات انفون بكاش اللي خمم عليا راك حابس ماك تخدم شو تخدم يخلوك تخدم انت انت بلغت عليهم قالوا كان روحت وكرفت انا الله تبارك الاسرائيلي يسمحوا لي روحت بلغت عند الدرك الوطني راهم شادينها لي شدوها لي كثر سيدي ودي حاجه ايجابيه عطينا شويه اسبوار اسكو تو اون دو ليسبوار شوف شوف ليسبوار بان من جيت لا دي جي اس ان صح مديريه السيد اللي هو الوطني اللي نحييه بون لي دو بلانت اللي كانوا كما قلت لوتر فوا كانوا حابسين او نيفو دو لا سيتي دو ولايه دورون ايزون ديماري صافي دو جو دو سيمين دو سا كملوا مع وحده الى دوزيام الي اونكور شيء ايجابي واخد اخر بون لو 26 اكتوبر كانت عندي قضيه ضد الميناء في تاع في حكم ما طبقوهش ربحتهم فيه وداروا لهم غرامه جسفيه تاع 5000 دينار هذا الشيء الايجابي فقط دونك الايجابي هذا حاجه قليله ان شاء الله سي ان بون ديبي سي ان ديبي ما ننساوش خويا نور الدين افون لا فيت تاع البورتا الناس كانت تخاف تهضر عليها ما تنساش باللي حنا كنا في ارجيري بارك كنا غير نهضروا عليه ما كناش بغيش تامننا ما كانوش يامنوا اليوم ونا في اكسبلوزيف نا في اللي راهي ان امبليك دي جون تري او بلاسي كما فهمت و سولون دي زيكو بون انا ما عنديش كما يقول لك الواحد انسان ما راهش متيقن يقولوا باللي السيد وزير العدل طيب لوح راه يتابع في الملف شخصيا ان شاء الله يا رب هادي بون سا تون كوراج كما البارح ديمونش لو On était le 10, le 10, البارح فاتت القضية بون باسكو لو بروكيور ما قبلش القرار تاع القضية تاع التحقيق ودار طعن فيه وبغى طلب باش يفوتوا المحاكمة دار ان ابيل فاتت البارح في غرفة الاتهام وسي جاو عليها و اون ميم طون جو مسوي كونستيتي دخلت كطرف مدني كمدعي مدني كمتضرر طبقا للماده 74 من القانون الاجراء الجزائيه والمحامي تاعي حضر شاولا كاين حاجه ثاني مؤسفه 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 للغايه كي تشوف انت او نيفو دو لا جوستيس او نيفو دان دوسي جوديسيير اكسترا سونسيبل اكسترا سونسيبل تشوف دي دوكيومون ينقلعوا من الملف انا اليوم جيت باش نوجه نداء توجور الوزير العدل والنائب العام تاع مجلس قضاء وهران كي تشوف انت لوديت ندير باسكو المشكله نهار اللي صرات نهار اللي بلغت 15 جور ابري بور كوفري لافير قالوا غادي نديروا اوديت مالوروزمون لوديت اللي ندير جبد دوتخ نافير اي دوتخ امبورتاتور كاين دي ديفايونس او نيفو دو لا فاكتوراسيون لو بي دي جي بور باش يحبس الفضيحه قالوا لوديتور ديال لي ريجون جونفي فيفري ما تبقاش تروح لي بلوس هذا لوديت اللي اكابلون لي ديتاي اللي فيه لوديتور شا كتب فيه حاجه مؤسفه انا لو كان ما ديتش كاع لي فاكتور هذا لوديت يلسوفي كو يطيح بين يد وكيل جمهوريه نزيه ونأكد على كلمه وكيل جمهوريه نزيه يدير متابعه قضائيه ويطلب فتح تحقيق
خاصك انت انسان لوديت كيجي يقول لك اودي او نيفو دو لا فاكتوراسيون دو بور دورون ما كان اوكان سويفي اي اوكان كونترول سيتادير كو هنا لو بور دورون كان حال لي كاس تاعه واللي يجي يدي زيد كاين زكات حال ما كانش الوغ لو دوسي هذا لو رابور انجلا كاين دوطر دوكيمون اكابلون اي كي توش ديريكتومون لو بي دي جي تاع لو بور اللي راه دروك الرئيس المدير العام اللي راه دروك واللي بون سجا في الليسونسيمون تاعي اي مالوروزمون الناس اللي غلطت هو ردهم باللي غلطوا في دي فاكتور دار لهم غير 15 جور دو ميزابي هذا الرئيس المدير العام متورط في قضيه دارت لو 20 مي 2015 لو 20 مي 2015 كان دي جي كان ديريكتور جينيرال ادجوان كان هو الرئيس تاع لا كوميسيون دي ريكور فوت ملف رد فيه 77 مليون و600 الف اور تاكس رد فيه 90 مليون و300 وابري سا هذا المتعامل اللي ديت انايا لي فاكتور تاعو شكيت بهم ولا باش يخلص 314 مليون في البابور ولا يخلص 69 مليون تخيل انت رئيس مدير عام يرد 77 اور تاكس رد كل شيء 90 مليون في بريستاسيون وحده اون سول بريستاسيون اون فاكتور فيها بليزيور بريستاسيون كاين 13 وحده رد فيها 77 مليون وما انتبهش باللي لي فاكتور اللي داهم المواطن ما نقولش دروك الخدام تاع الميناء مواطن باسكو قلت مواطن اللي ديتهم للدارك ولاو 69 مليون 72 مليون 78 مليون و 83 مليون بابور تاع بيطاير اللي يجيب البقر اللي كان يدخل للبور يفرغ البقري ما يديروه لا خدامه ما نديرولهاش خدامه ما نديرولهاش قروه ما نديرولها والو البقره تخرج تنزل تطلع في الكاميون بالك بالك بقر مدرسيين مدرسي البقري المدرسي كان يخلص فايز 60 مليون هادو دينافير كنا نعطوهم لاغري يضربوا اون سيمين دو ترافاي صباح عشيه ليل يخدموا بدوز ايكيب بورتر سيتادير داخل في المخرج تاع هذا لك لي زيفي تاع في موستر على بالك سي سا مي سي ان في موستر قسما بالله العلي العظيم لافار دي بور دورون سي ان جو فول ادابتي حاجه تبكي حاجه تبكي اسمح لي تحنبوك بسرعه من فضلك باسكو انا ما نفضلش بالوقت اون دو مينوت انت الرئيس المدير العام كيروح عند قضيه تاع التحقيق ويرفض التاسيس ويرسل الممثل القانوني استاذ الممثل القانوني نورمالمون هو يروح يشكي وكان هو مسني في هذا لوديت ويقول لك انا ما نتاسسش كطرف مدني ويتهدر على على صوالح اللي ما صراوش يقول لك باللي حنايا هذا المتعامل خلص ميناء وهران في الشيء اللي ضيعه الو كو لا فيريتي اللي راني باغي يسمعها سي زعلان وزير النقل ميناء وهران الشيء اللي خلصه من عند هذا المتعامل هو 26 مليون سنتيم والتحقيق القضائي لو بريمينير استاذ بون التحقيق الابتدائي تاع الدرك الوطني الاول نو ابتدائي تاع الدرك الوطني لوصل لل 471 مليون وانا لي فاكتور اللي عندي سي 884 مليون انا نوجه نداء واحد يا وزير النقل ما ديرش على الرئيس المدير العام تاع ميناء وهران ارسل له اوديتور يجي يتلاقى بيا انا السيد تونسي نور الدين نعطيه لي فاكتور اللي راه ما عندي ويتحقق الى اني نكذب يروح يدير لي وشايه كاذبه والراس من فوق انا ندير يديا فوق راسي ان شاء الله سي نور الدين مفهوم كلمه هذه الكلمه الاخيره اللي بغيت نوصل نقولها شكرا سي نور الدين تونسي اذا سي زعلان ما ديرش على المدير دير على سي نور الدين بعث له اوديت ويفرها معاه وما يعاودوا لي يخدم ويحرق 15 مليون باش يعيش نورمال يخلص تاع ملايين و100 نروحوا اذا لاجون دوب زيرو كالعاده باش يدخل ويجيب لنا بريه اخرى منين ربي عالم يجيب لي ربي عندها علاقه بلي صالير موسيقى السلام عليكم. الأولى حبيت نقولها للمراسل تاعكم اسمه بوبخر الزتش خلط في لاجون دوبل زيرو بهذا مشاهدينا اليوم يدير غير خطره واحده يخرج ما يديرش دو فوا.
صح تما دار واحد نهار يدير دو 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 سورتي يدير واحد عاقبته حاجه الدوزيام طلب من رضا الناس نقولوا اسمح لي قدام كاع الناس ونعتبرك مير ايموريس في الجيري بارك الله صح ماشي انا هو الاخر القياده العام راضي لا لا اسمح لي الاخر عاقبته ما تخافش مني الاخر عاقبته الاخر عاقبناه انا اللي راح اسمع ماشي انا هو التهديد تاعك في هذه ليميسيون سي تو سي يجي تروازيام فوا يولي كرونيك جبت لكم اليوم رساله من عند المسؤولين ولي بي دي جي تاع شركات وكاع اللي هم محقورين تتحكي على لي سالير هما اللي راهم محقورين هما اللي راهم محقورين وهذه البريه اللي بعثوها لي ساكن تالمو ما عندهمش دراهم بعثوها لي في ورقه كيما هذه راك تشوفها رساله تقول اليوم جبت لكم بريه لكاع الخدامين من النقابه الوطنيه لحمايه حقوق المسؤولين لي بي دي جي كاع راهم محقورين الور قررنا الخلاص يولي خطره كل شهرين علاش راكو طالبون نزيدو لكم في الشهريه الدراهم بزاف واش يدير يفسدوا العقليه شوفوا نحنا كيفاش ولينا فاسدين لا بروف ولينا نحقروا الخدامين حبيتوا تولوا كيما حنا ما نحشموش تحرثوا على الخدام وما تخدموش راكو حابين تولوا تاكلوا الرشوه وتشروا جماعه لي زامبو تحت الطابله في القهوه حنا نخمو فيكم ما يدعو عليكم ما تشربوا الدواء ما تهربوا لي مالديف كي يلحق الخلاص فان دو موا ما تولوا ريش ما يطمعوا فيكم ما يديروا لكم النش ما تجيبوا السكرتير شابه ما يديروا لكم قضيه تاع تحرش تعيشوا فقراء بصح تربحوا الاخره صح في الايمان ماشي في امل الاخره امل طونوبيله مش بدمو ايمان امل صحيح صحيح وزيد مليون و 800 تكفيكم في الشهر حنا نديروا الدراهم وانتم تدوا الشعر تاع لا جون دو بلزير صحيح الشعر يعطيكم الصحه صحيح بارك الله فيكم قال خير ربي يعاونكم برك اسمح لي ان شاء الله يا ربي تفري لك لافير تاع البوردورو وان شاء الله سي مهري يرد لك دراهم اخويا لي لاجون دوبل زيرو يقصف من الفوق للتحت ماشي من التحت للفوق مفهوم من لاجون دوبل زيرو نروح لي موريس تاعي الرائع لو جينيال رضا النش بعد الجزء رضا النش مدليش برك عفسه تاع حزن كيما مقبل لا خويا مروان اليوم جبت لك حاجه خفيفه بزاف نبتدي ساعه نكملوا به ليميسيون تاعنا جبت لك فيلم اللي تحبوا بزاف صحيت وشنو هو كاتش مي اوف يو كان شوفوا الصوره دي كابريو خويا فوالا دي كابريو مع توم هانكس فيلم تحبوا بزاف الفيلم هذا راح يتعاود في الجزائر راح يتعاود في الجزائر بين شكون وشكون بين محرز اللي كان بزاف واحد المحلل في قناه رياضيه اللي جايبها موراه ما يعرفش يلعب سي با ان كرون جوار ولحق له حتى شعره يبقى لحق له حتى شعره فوالا الحق له حتى شعره عجبتني تحفيفه السي بن شيخ اكزاكتومون الحق له حتى شعره ايبا واش قال له محرز قال له كاتش مي اف يو كان هذه ماش كي تديرها يا سي بن شيخ اصبر شعرك صفر هيا هيا تعدي بيه اصبر شعرك صفر بن شيخ هضر اخويا رضا موراها سقساو علاش حففت هكا قال لهم في الحف عنده واحد الحفاف وهذاك الحفاف ما جاش لقيت ستاجير هذا ستاجير كيما انت ابيبري هو اللي حفف له دونك ما اردو خلاص يعني الناس زونيتي بروكيبي فتحت يعني مشاكل البلاد خلاص وقع الناس الملاير وكدا الناس همهم ما يحبوش يتفكروا فهمت بيا واش كاين عبدو هذه هي يعني لا بروريتي عام تحفيفة البشير اكزاكتوم الحاجة الثانية نروحوا لي صالير جبت لكم حاجة على لي صالير حاجة خفيفة ظريفة على لي صالير نخدموا بها الحصة هذه لي صالير جبت لكم شحال يخلصوا النواب في الجزائر النواب هذو اللي صدقوا على قانون المالية اللي ما حبوش يصدقوا على لامبو سور لا فورتون اللي داروها جماعة الفلان ما حبش تجيب لنا شكون هما اسبابهم راني جاي راني جاي بالعقل لا طبلة لا لا برومانا 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 مازال ما جابناش انا عندي كور هذا جبناه بالسيف وزيد اخويا انا لا راح نبدلوه باذن الله راح نبدلوه ان شاء الله الديكور جبت لكم 15 مليون يا ودي 15 مليون تبقى فقير يا واسمك شوف شحال شوف اعطينا شوفوا شوف شحال خويا
كاين 462 ب 26 و 35 مليون يعطولهم ويعطولهم السكن على اساس 12 مليون شهريا. لو بريم دو لوجمون والاطعام 8 ملايين شهريا خويا، والهاتف 5 مليون سنتيم بلس من نحو التنقل للخارج 1500 و 3000 اورو. علاش عبدو علاش ما جاو يخمل انا وياك نولو ديبيوتي؟ علاش وشو مازال منحه او سلفه من دون فوائد؟ ترى تسلف بلا من ليزانتيري 150 مليون سنتيم لشراء سياره، تامين السياره بتخفيض 70% عندك، امتياز اخرى الحق في الحصول على سلاح شخصي منح نهايه الخدمه تقارب ب 300 مليون سنتيم يا خويا. 300 مليون سنتيم وي زون بوكو دو بريمي ديبيوتي تاعنا وهكذا مالغري سا ما عجبهمش الحال، وكاين بوكو ديبيوتي كي دوموند دي زوغمونطاسيون اي دي زوغمونطاسيون دو بريم. يا عبدو ياك تعرفني اسمح لي تعرفني نحب نخدم نحب نخلص بلا ما نخدم خدمه كيما هذه ما نخدمش. وكاين دي ديبيوتي مي دوموندي ميم لو باسبور ديبلوماتيك باسكو ديبيوتي ما عندهمش باسبور ديبلوماتيك مازال ماهوش عجبهم الحال سون كور اون كولير. زادوا لهم حاجه زادوا لهم حاجه هذه اخر كلمه حنقولها زادوا لهم حاجه جابوا لهم ليستيك باسكو باش واحد ما يشم العرق تاع الاخر كيف طبعا على قانون المالي صح ستيك 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 مستوى يا مروان عبد السمان واش مع بن شيخ لا ناك وانا اش فيك كاين الناس ما فهموناش انا بالعاني نعاود نقول له ستيك باش الناس تفهم خويا عبدو هذه التلفازه هذه التلفازه فهمت خويا عبدو كتشمي انا نعاود نولي تاع برلماني باسكو عجبتني سيريوزمون عجبتني دوك على خمس سنين ماشي كي حنكون مينيستر على خمس سنين دوك نبدا ديبيتي احزاب تقدروا تسومي شنو نقولوا سوميسيوني درت انا ابل دوفر ابل دوفر هذيك كنت نحبس عليها يلا صح هذه يا خويا صحيت خويا رضا شكرا انا نسالك ستيك عجبوني خويا باسكو عبدو راه يشكي معليش شوفنا بك حزب خويا عبدو يعطيك الصحة رضا بارك الله فيك يعطيك الصحة عبدو ميرسي بوكو ونسلموا على ديبيتي تاعنا وعلى مسيو مهري شكرا سي مهري بدلنا الديكور اسكو اللي تقدر السي سيد احمد سوسي نتمنوا القضيه تاعك تفرع ان شاء الله نتمنوا دارك ترجع لك ولا يعطيكم سي مهري لا بداو عطاوها له ليه يعطيكم كاش بافيون في وهران مليحه هذه لا لا تحب هذيك الدار برك اي داري لا بافيون لا قصر لا غير داري صحيح سي مهري انا ندوه بافيون كلمه اخيره السي سيد احمد كلمه اخيره القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية خلاص اسمح لي شو سيبه ولا حاجة مروان جون لافير تاعو جات معناتها القدس طرف صرح باللي القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني هذا جاء مهري حب يدي أباكم جاية في وهران جاية فيها منظر واصلات يجيك في وهران خويا راه نقولك علاش باسكو روايل بت في هذاك الوطن على بالي كاع ما شكون بت معاك ليسونسيال طرف ومهري راهم يتشابهوا في الحلقة تاع اليوم صحيح خويا طرمب سي نور الدين تونسي شوفوك في حلقة الثالثة ان شاء الله لا 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 اليوم ما زدتش نجي بصح تعطيني غير كلمة اعطيها اعطيها والله العظيم طحتوا على النواب ياك انا نعرف واحدين داو يدو اكثر من النواب في البور تاع وهران غادي نزيدك حتى اليوم باش ما ترقدش تخيل انتايا انسان خرج دا لا بريم دو روتريت في البور بشحال خرج مليار و600 تعرف ونديرك ونزيدك حاجة هذه باش يعرفها المينيست الوزير داروا اتفاقية تاع عمال بصح ما استفادوش منها كاع العمال شكون هاد العمال هما ستة رئيس المدير العام وخمسة تاع لي سانديكا رئيس المدير العام خرج راه في ثلاث سنين دا مليار و270 والجماعة اللي راهي تخرج دروك دات مليار و600 وكاين اللي دا مليار و600 وشوية فوقها على قلت لها قالك تدي 15 مليون والكلمة الأخيرة هذيك ماشي الأخيرة لا هذه ماشي الكلمة الأخيرة لافون دينير باسمك الخاص وباسم كاع الجزائريين كما قال شي خويا القدس عاصمة المسلمين وعاصمة الأبدية لفلسطين والسلام عليكم شكرا سي نور الدين هضروا على بريم كي يكملوا كي يخرجوا لوتريتي كونتاكتوني تاع تي باز هذوك تفكرتها عبدو الناس دات لا روتريت عندها 3 عامين يسالوا 25 مليون قال يعطوها لهم تاع الخدمات الاجتماعية مسحوهم جيسكا ماتنو مازال ما داوهمش راهم يوقفوا لا غالب باش نبعث لكم كاميرا مع بوبكر الزج ما طاولوش كاميرا تريكلا نورمال بروبليم كي تعاودوا ديروا وقفة ابعثوا لنا على الايميل اللي ماشي ظهر على تحت الشاشه لاباج تاعنا فيسبوك اسمها ايميسيون امبوسيبل تقدروا تجيو تلقاو تصويرتنا تلقاونا دايرين سيلفي هذيك هي لاباج اوفيسيال اذا نكون وصلنا لنهايه الحلقه 20 نتلاقاو في الحلقه 21 تريكو اللي كان لابسو عن طريح يا عام عام شكرا لكم والى الحلقه القادمه